طيب اهلا بحضراتكم جدا قوي خالص. والمناقشه اللي كانت حاصله دلوقتي ما بيني وما بين زملائي الاعزاء مصطفى وريهام دي مناقشه مهمه جدا، ومناقشه اظنها على راي الجماعه الانجليز كده يسموها فود فور ثوت، غذاء للتفكير وللعقول، بمعنى انه ان احنا نبقى فاهمين ايه اللي بيحصل حوالينا. في حاجات فعلا متعلقه بالسياسه قد تكون نقاط، يعني زي بالظبط كده في مسار قطعته الدوله الفلسطينيه على مدار تقريبا ال 30 سنه اللي فاتوا من وقت الرئيس الراحل الزعيم الراحل ياسر عرفات أبو عمار، وذهابا إلى الرئيس الحالي سيد محمود عباس أبو مازن. الحاجات اللي زي كده بتضيف نقاط للرصيد الفلسطيني، زي من أنه هي ترى هل ترى هو فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة؟ لا، بس قدرنا أن احنا نحصل على شكل من أشكال الاعتراف وشكل من أشكال العضوية، يمكن مش العضوية الكاملة لكنها مفيدة. كذا الحال إذا صدر بكرة قرار من محكمة العدل الدولية بتقول أنه اللي بتعمله إسرائيل ده جريمة إبادة جماعية وجريمة إبادة إنسانية، ده رائع جدا. هي نقاط. السؤال بقى، ده معناه لازم تطرح السؤال ده كده وتسأل السؤال بمنتهى الوضوح، هل ده معناه ان هم هيفعلوا آلية للذهاب لإلقاء القبض على بنيامين نتنياهو وحكومته؟ لا. طيب، مهم انه جنوب افريقيا هي اللي تقدمت بده، لانه في النهاية خالص جنوب افريقيا من الدول التي عانت كل المعاناة في وقت الحكم العنصري والحكومات العنصرية اللي كانت بتحكم ما قبل نيلسون مانديلا رحمة الله عليه. وبالتالي عشان كده في ناس بتسألك اشمعنى جنوب افريقيا اللي قدمت، لان جنوب افريقيا لديها هذه القوة انها دولة وشعب عانى معاناة شديدة جدا، وبالتالي عندما يتقدم بهذا الطلب فبيبقى الطلب ده ليه وقع اقوى من دول اخرى او من اغلب الدول بالمناسبة. فهنرجع تاني، يا ترى هل ترى هتتعمل آلية حتى لو كل الدول الأعضاء دائمة العضوية، الخمس دول دائمة العضوية في مجلس الأمن ليس لهم حق إبداء الفيتو أو الاعتراض على قرار المحكمة، فين الآلية؟ مفيش آلية. القرار واجب النفاذ بس مفيش آلية لتنفيذه. يعني زي ما كده بالظبط أصل أنا أقول لك إيه، الولد ده بيغش في المدرسة وبعدين إحنا ظبطناه ومصورينه ومدير المدرسة أقر بأن الولد بيغش في المدرسة، بيغش في الامتحان، بس ما عنديش آلية أرفد بيها الواد، ما عنديش، فيش لائحة موجودة تقول أرفد الواد إزاي وهرفده قد إيه، يوم ولا اتنين، وهل أقدر أن أنا أرغمه على الامتثال أمام المحكمة للدفاع عن نفسه أو لتوقيع عقوبة عليه؟ لو افترضنا في مدرسة عندي آلية أن أنا أدخله جوه مكتب السيد المدير علشان ما عنديش حد يقدر يروح يجيب الولد من الفصل مثلا. يعني هو ده اللي حصل في القانون الدولي بالمناسبة. يعني هنا يخليني أروح بيك على ما تريد إسرائيل طول الوقت إنها تشتغل عليه. أنا في ظني المتواضع جدا أقدر أقولك إنه الكيان الصهيوني المحتل للأراضي العربية في فلسطين بقاله عدة أسابيع بيحاول أن يمارس شكل من أشكال الاغتيال المعنوي لجهود الدولة المصرية، مش بقى أقولك الداعمة، لأ، مصر المدافع الرئيسي عن الحق الفلسطيني. الداعم شيء والمدافع الرئيسي وحائط الصد الأول وحائط الدفاع الأول لأجل حقوق الشعب الفلسطيني ولأجل حق إرساء وإعلان دولته الكاملة في إطار مبادرة مصرية لحل الدولتين على حدود ما قبل 5 يونيو، يعني على حدود 4 يونيو 1967، مصر نمرة واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، وبعد كده عد أي حاجة تاني. ماشي الكلام؟ طيب، وده لأسباب كتير يمكن سردناها قبل كده في البرنامج وممكن نقعد نسردها لحلقات كثيرة قادمة. لكن هم عاوزين ايه؟ الكيان الصهيوني عايز ايه؟ عاوز يعمل عمليه اغتيال معنوي. ويلاحظ انه يجي يقول لك ايه، ده هناك تنسيق بين مصر واسرائيل على محور فيلادلفيا. كذب كذب. وعلى رأي الدكتور عمرو حمزاوي هذه أمور لا يجب حتى الالتفات ليها لأنها كذب وكذب تافه. يعني منين الدولة اللي تصدرت دول العالم في المبادرة بتقديم المساعدات، ده أولا، اتنين في حجم المساعدات، وزي ما كان بيتكلم دكتور ضياء رشوان في تصريحاته انه ده احنا بنقدم اكتر من 70% من المساعدات التي تذهب للشعب الفلسطيني، فانا منين بنسق مع الكيان المحتل العدو الغاشم على الاراضي الفلسطينيه؟ ما ينفعش. طيب منين انا اللي رافض التهجير القسري ومنين ابقى بنسق مع على محور فيلادلفيا مثلا؟
طب ومنين انا رافض تصفيه القضيه وفي نفس الوقت ابقى بنسق معاه؟ اسرائيل من الاخر عندها استهداف للاغتيال المعنوي لجهد الدوله المصريه، بحيث انها تطلع انه مصر ليست امينه في طرحها، او انه مصر ليست امينه في دفاعها عن هذه القضيه وحقوق الشعب الفلسطيني وحقوق اراضيه. فيبداوا يطلعوا مجموعه من الشائعات زي ما اتكلموا على قصه محور فيلادلفيا او محور صلاح الدين، زي ما بيتكلموا، وبالمناسبه الحاجات اللي من النوع ده بتبسط الاخوان قوي. فتلاقي شويه العيال اللي مترميه هناك في لندن قاعده عماله بتزيط المواقع بتاعتهم، بتتكلم المنصات بتاعتهم تقعد تكتب في هذا الكلام فلا تلتفت. وبالمناسبه حتى تستطيع ان تميز هذه المواقع السيئه النيه، يعني الغثه القبيحه يعني زي ما بيتقال، بمنتهى البساطة بص على الصياغات بتاعتهم وشوف بيتكلموا على مصر ازاي، بيتكلموا على الدولة ازاي، بيتكلموا ازاي على فترة حكم الإخوان إن كان الموقع يتحدث في خبر ما عن فترة من فترات حكم الإخوان. هتقدر تميز بمنتهى البساطة والوضوح، لأنه بمنتهى الجلاء هي مواقع إخوان. فالاتنين هتلاقيهم بيلعبوا على نفس النغمة، نفس الوتيرة، نفس الإيقاع، إسرائيل والإخوان. الهدف بتاعهم إيه؟ اغتيال معنوي للدولة المصرية بأي شكل من الأشكال، اغتيال معنوي لجهود الدولة المصرية بأي شكل من الأشكال. فتأتي هذه الشائعة البلهاء إنه أصل بتحصل رسوم إضافية للناس اللي جاية من فلسطين عبر معبر رفح. لا توجد أي رسوم على الإطلاق، الرسوم هي الرسوم الرسمية اللي بتدفع بشكل رسمي وبس. وده اللي اتكلم فيه دكتور ضياء النهارده، طبعا دكتور ضياء رشوان الكاتب والصحفي والباحث المعروف، وطبعا رئيس هيئه الاستعلامات بجمهوريه مصر العربيه. اتكلم على ان وسائل اعلام وصفحات تواصل ومنصات بتتداول ادعاءات كاذبه تتعلق بفلوس وارقام يتم تحصيلها ورسوم يتم تحصيلها على المسافرين عبر منفذ رفح من قطاع غزه للاراضي المصريه. طيب فين المصدر؟ دايما مجهل، فردي، لا وجود له، لا توثيق، لا أساس. الله، طب وإحنا نستقبل الكلام ده؟ لا. يجي دكتور ضياء رشوان الحقيقة وينفي بصورة قاطعة كل هذه المزاعم، بصورة قاطعة مفيش حاجة اسمها رسوم إضافية على القادمين من غزة، مفيش حاجة اسمها تحصيل رسوم بعيدة عن الشكل الرسمي للقادمين من قطاع غزة، لا توجد أي رسوم تتقاضاها أي جهة غير رسمية مقابل أنه الناس تدخل فيقول لك أصل عشان تعدي فلازم بس تدفع المبلغ الفلاني، بس أصل مش هينفع تدفعه على الشباك فاديهولي أنا وأنا هبقى أتصرف. ده كلام فارغ، لا مصر هتقبل بده ولا مصر بتسمح بده في المعبر تحت السيادة المصرية. ما يتم تحصيله من الجهة الرسمية هو الرسوم المقررة طبقا للقوانين المصرية المنظمة لعمل هذا المعبر من قبل مين؟ هيئة المواني البرية. رسوم ثابتة ما حصلش عليها أي زيادة مطلقة. بالمناسبة أي حد يجي في المعبر ويروح لحد من أهالينا اللي داخلين ويتقال له أصل الرسوم زادت بس أصلها مش معلنة فاديها لي وأنا هبقى أدفع لك ويحلها حلال، لو سمحت الأمن المصري موجود جوه المعبر روح بلغ فيه، تقول لهم الراجل اللي واقف هناك ده بيقول لي كذا على طول. ليه؟ لأنه الراجل ده حرامي. حضرتك أي حد عاوز يروح أو هيعبر من غزة إلى مصر بيذهب إلى المكتب الشباك يدفع الرسوم ويتوكل على الله. من ساعة ما دخلت المساعدات الإغاثية الإنسانية واللي كانت واقفة بالطوابير زي ما كنت بقول لك امبارح، عربياتنا كانت واقفة بالطوابير مكدسة على المعبر حتى تمر إلى القطاع من اليوم الأول، وكان الاحتلال هو اللي رافض. طيب مساهمتنا تزيد بكتير عن 70%، ده احنا بس أكتر من 150 شاحنة، ست شاحنات وقود أو أكتر كمان. وبالتالي ليس هناك أي منطق يقول إن مصر باللي بتقوم بيه في مش دعم بس القضية ولكن الدفاع عن حقوق الشعب الإسرائيلي، الشعب الفلسطيني، أنا آسف، الشعب الفلسطيني كاملة، ده واحد. مصر اللي بتقوم بيه من جهد إنساني،
مصر اللي بتقوم بيه بجهد دبلوماسي، مصر اللي بتقوم بيه بجهد سياسي، ممارسة الضغوط المصرية والتجميع وخلق لوبيهات دولية وتغيير في المفاهيم ووصول إلى توافقات. مين كان يصدق أن الاتحاد الأوروبي كان يبقى موقفه كده؟ ده الاتحاد الأوروبي بدأ الأول كله مع إسرائيل، وواحدة واحدة بدأت وجهات النظر تتغير. فرنسا غيرت وجهات نظرها، أسبانيا غيرت وجهات نظرها، البرتغال غيرت وجهات نظرها، دول أخرى حتى بما فيهم إنجلترا بدأت تهدئ وتقلل من حدة اللهجة. أمريكا غيرت الكلام. لا يجب أن احنا ننسى أبدا هذه الأمور. وجب علينا أن احنا نذكر حضرتك ونذكر كل شعوب الأرض والشعوب العربية بالدور المصري. مصر شايفة أن هناك ظروفا كارثية تهدد الإنسانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في القطاع، وتحديدا أيضا في بعض المناطق اللي موجودة في الضفة الغربية. مصر لا تتخلى أبدا عن القيام بدورها القومي والعروبي والإنساني تجاه المنطقة. مصر رفضت بصورة قاطعة ونهائية كل المحاولات الإسرائيلية والمحاولات الدولية في بداية هذه الجولة الأخيرة أو هذه الجولة الحالية من الصراع العربي الفلسطيني لأي شكل من أشكال الضغوط، أي شكل من أشكال المغريات الاقتصادية، أي شكل من أشكال تقديم حزم مالية علشان نتنازل ونقبل بتصفية القضية الفلسطينية، أو نقبل بتهجير قسري للأشقاء الفلسطينيين خارج أراضيهم أو داخل أراضيهم. يعني طب اطلعوا من غزة وهنوديكوا حتة تانية، لا. مصر قالت لا. طب اطلعوا من فلسطين وروحوا على لا. طب اطلعوا من فلسطين واطلعوا أوروبا وكندا واستراليا ونيوزيلندا وأمريكا، لا. مصر اتعرض عليها إعفاءات وتسهيلات مادية وحزم مالية ومغريات اقتصادية، والأرض مقابل مليارات، لا ده مقابل المئات من المليارات بقى. لأ، وما كانتش لأ عادية بس أو حتى قاطعة، مصر رفضت مجرد الطرح في أي مناقشة فلا تذكر هذه الجمل أمام الإدارة المصرية أو الدبلوماسية المصرية بأي شكل من الأشكال. مصر لا تتاجر بالعروبة ولا تتاجر بالعرب، وقطعا لا تتاجر بالأشقاء الفلسطينيين. مصر لا تتاجر بأي قضية، مصر هي الوسيط النزيه الوحيد في هذه القضية وفي غيرها من القضايا. شوف أنا بقول لك إيه، وده بالمناسبة لا يخل لا بتقديري ولا باحترامي ولا بمحبتي لأي وسيط آخر. حلو؟ لكن النزيه بنسبة 100% بلد واحد بس اسمه جمهورية مصر العربية، والتي لا تتعرض للابتزاز، أو بالأدق لا تمتثل لابتزازا خالص. أنا عايز أفكرك بجملة لطيفة قالتها كريستالينا جورجييفا. قالت إيه؟ إن مصر صامدة صامدة في ظل كل تلك المواقف الصعبة. أنت عارف يعني إيه مصر صامدة في ظل كل تلك المواقف الصعبة؟ مصر مش بس صامدة في ظل الموقف الحالي اللي في فلسطين، ولا الموقف الحالي بس في السودان، ولا الموقف الحالي بس في ليبيا. من الآخر يا سادة كرام، مصر بيمارس عليها كل أنواع الضغوط الممكنة. يعني إما الضغط بالإغراء والترغيب، أو الضغط بأنه يحاول قدر الإمكان أنه يحصرك اقتصاديا ويضعك من أزمة يدخلك في، أو تخرج أنت من أزمة يروح مدخلك في أزمة تانية. فمصر تقف صامدة. أخيرا دكتور ضياء رشوان يناشد كل الأشقاء الفلسطينيين، بيقول لهم في حال تعرضكم لأي ابتزاز أو أي ضغط أو أي محاولة لتحصيل أي أموال منكم خارج النطاق الرسمي في معبر رفح، ومن أي أحد هو بالقطع متربح بهذه القضية، أرجوكم تخطروا فوريا الجهات الأمنية المصرية المتواجدة في هذا المعبر على مدار 24 ساعة، والجهات هتاخد إجراءاتها القانونية الحاسمة والفورية تجاه أي واقعة بهذا الشكل وتجاه أي قائم عليها مهما كان. هستأذنكم إن إحنا وإحنا بنتكلم على ده
أخدك على نفس ذات الموضوع، وهو قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة والمواقف المصرية والمواقف العربية بشكل عام. ويمكن كنا عندنا القمة المصرية الفلسطينية والتي عقدت في القاهرة، نورنا وشرفنا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والآن لدينا القمة الأردنية أيضا، و بطبيعة الحال القمة الأردنية فيها جلالة الملك عبد الله العاهل الأردني، طبعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس أبو مازن. معنا من الأردن السيد عبد الرحيم المعايعة، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني. أهلا بك يا فندم. حياكم الله، الله يبارك فيك وجزاك الله خير. الله يخليك. على هذا الكلام الطيب الجميل المقنع الواضح لوجهة نظر إخواننا المصريين وللأمة العربية جميعا. الله يخليك معالي النائب. يعني مهم عندنا أن احنا نقدر نستطلع منك كيف ترى أو تحلل هذه القمة الأردنية التي أتت مباشرة بعد القمة في القاهرة، ومواقف الزعماء الثلاث من تصفية أو من الحيلولة دون تصفية القضية الفلسطينية. أسعد الله مساءكم وطاب الله أوقاتكم على الأمة العربية والإسلامية والنصر لإخواننا المجاهدين وفي غزة، والصمود والشفاء العاجل للجرحى وللأطفال في فلسطين. أخي، هذه القمة التي عقدت بعد جولات طويلة قام بها جلالة الملك في العالم قبل منذ أكثر من 4 أشهر، وهو يحذر من مغبة هذه الحرب الإبادية الجماعية والتهجير القسري لإخواننا في غزة وفي فلسطين في آن واحد. لم يقتنع العالم كله توحد، كما ذكرت في كلامك الطيب، أن العالم كله توحد ضد هؤلاء الناس، وكان إجبار العالم العربي حقيقة إلى الموافقة إلى تهجير إخواننا الفلسطينيين، وكان هنالك في صمود من إخواننا المصريين وصمود من جلالة الملك برفض كل أنواع التهجير مهما كانت لهم. وكانت هنالك جولات لوزير الخارجية الأمريكي، جولات مكوكية، وكانوا لم يتحدثوا ولم نسمع كلمة واعية لإيقاف هذه الحرب الإجرامية السيئة، إنما دائما يتحدثون كما تحدث وزير المالية قبل يومين أو 3 أيام، وزير المالية الإسرائيلي، أن التهجير ويجب العرب أن يستوعبوا الفلسطينيين في غزة وتوزيعهم على الدول العربية. ما زال الفكر الحقيقة العالم والفكر الأمريكي والفكر الإسرائيلي في قضية التهجير القسري، وهذا يعني أن إنهاء هذه القضية على رمتها ولم يبقى شيء. كل ما يتحدث به هؤلاء الناس يتحدث عن أسرى 300 واحد، ولم يأبأوا أنه يوميا يقتل ما بين 200 ل 300 طفل وإمرأة، تهديم عشرات البيوت، هدمت الكنائس، هدمت الجوامع، هدمت البيوت، هدمت المستشفيات. هذه البشرية، هذا القتل الجماعي البشع التي حقيقة لم نسمع إلا من أحرار العالم. لذلك جت هذه القمة بعد قمم عربية متعددة كانت في السعودية وكانت في القاهرة، واستمرار التشاور الأردني المصري لقواعد ثابتة، الأولى إيقاف هذه الحرب كاملة ومساعدة إخواننا الفلسطينيين، عدم التهجير كما ذكرت في كلامك الطيب من أي منطقة كانت، من نابلس إلى رام الله مرفوضة. هذا التهجير القسري وهذا التهجير الإجباري الذي ما زال في ذهن اليهود حقيقة هذا مرفوض ومرفوض ومرفوض. هذه فلسطين مختلفة عن أي بلد آخر، ليست كما حدث في إخواننا في سوريا، وليس كما حدث في أوكرانيا أو كما حدث في دول أخرى. هذه فلسطين يريد منها اليهود أن تنتهي وتصبح دولة يهودية كما يتحدث بتوراتهم وغيرهم. لذلك هذا التشاور العربي الذي نعتز به حقيقة في قيادة البلدين الأردن ومصر لتثبيت هذه التوابل، الأولى إيقاف هذا الحرب،
وما بعد الحرب، والكل يخاف ما بعد الحرب، والخوف أن تتدحرج هذه المشكلة وتزداد اتساع رقعة، لأنه كما تعلم أخي أن الضفة الغربية هي على صفيح ساخن طبعا، وممكن أن يتفجر في أي لحظة من اللحظات، وهذه تكون مأساة ليس على الأردن ولا مصر، إنما على الأمة العربية كلها والأمة الإسلامية، وتتأثر فيها نيويورك وطوكيو قبل أي بلد آخر في العالم. طيب معالي النائب، يمكن هحتاج إن أنا أفهم منك أنه على سبيل المثال وللتذكرة أيضا، فإنه الزعماء الثلاث سبق لهم وأن رفضوا مقابلة الرئيس الأمريكي جو بايدن عند قدومه للمنطقة، وكان يأتي بالأساس لمقابلة الزعماء الثلاث. الآن الزعماء الثلاث مجتمعون، ولا نرى تغيرا مش هسميه نهائي، ولكن تغيرا جذريا في الموقف الأمريكي حتى بعد زيارة أنتوني بلينكن. ما الذي نستشرفه أو نتوقعه من المواقف الأمريكية خلال المستقبل القريب؟ ما زال الأمريكان حفيظة في غيبوبة لعدم المعرفة الواقعية، ولم يكن يتوقع هذا الصمود لإخواننا بغزة، هذا الصمود الذي أبهر العالم في مواقفه. لكن هذه المجزرة البشعة، وما زالوا يتكلموا بنفس اللغة، يتباكوا، يذهبون إلى قطر وإلى مصر يتباكوا على 300 أسير أو 200 أسير، ويجب علينا، لسه قبل شوي كانت في مقابلة لبلينكن أنه بيحكي إحنا علينا أن نبذل الجهد الكبير لإخراج الأسرى، وكأنه المشكلة هي الأسرى، ونسوا ما يذبح يوميا من 200 طفل وامرأة فيها. أين العدالة في هذه الأمر؟ أين الكلام الذين أشبعون فيه في قضية المرأة والطفل في كل العالم منذ سنوات؟ يجب علينا حماية المرأة وتمكين المرأة وتمكين الطفل، أين ذهب هذا كله؟ وما زال يتحدثون للأسف الشديد بنفس اللغة، ولذلك هنالك التنسيق العربي ما يتم حقيقة بين جلالة الملك، وكان جلالة الملك واضحا حتى في زيارته لرواندو ليبين للعالم ما حدث قبل سنوات من الإبادة الجماعية التي حدثت خلال 100 يوم، وحيث أزيد أكثر من 1 مليون شخص في رواندو. هذه الإبادة الجماعية لهؤلاء الناس عليهم أن يفهم العالم، يجب أن يتغير. لكن والحمد لله الصمود الفلسطيني على أرضه هو الذي يعطينا الأمل حقيقة لطحن هذه الفكرة التي، وما زال القادة العرب وما زال السيسي وجلالة الملك حقيقة مصرين على عدم التهجير، وقبل التهجير هو إيقاف هذه الحرب. وجلالة الملك حامل العالم كله حقيقة منذ 4 أشهر وتكلم في كل المنتديات العالمية، يجب أن تقف هذه الحرب، لكن للأسف الشديد ما زالت اللغة نفسها واضحة، ومنذ أسابيع نشاهد أن هنالك صفيح ساكن في الضفة الغربية. صحيح. البارحة كانت في اقتحامات إلى جنين، كان في هج بالجرافات إلى المواطنين الفلسطينيين، هذه مؤشرات خطيرة جدا حقيقة بما يحدث، لأن اليهود الآن يريدوا أن يوسعوا رقعة الحرب حتى يهربوا مما حدث لهم في غزة. صحيح، وكأنه شكل من أشكال الهروب للأمام. أشكرك جدا معالي النائب السيد عبد الرحيم المعايعة، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني. طيب يعني الجانب المصري، الجانب الأردني، الجانب الفلسطيني لا زالوا يمارسون كل أنواع الجهد بل والضغوط على المجتمع الدولي لأجل حماية الفلسطينيين وحماية الأراضي الفلسطينية، حتى نصل إلى ما يطلق عليه ماذا بعد الحرب، كويس، أو اليوم التالي على الحرب، ذا داي أفتر زي ما بيتقال. أنا دايما السؤال اللي هفضل أطرحه إلى أن أجد عليه إجابة عملية، متى تتحرك المجموعة العربية كاملة، خليها المجموعة العربية الإسلامية كمان، أنا موافق 57 دولة تتحرك في إيه؟ تلويح واقعي يهدد المصالح الأمريكية. الأمريكان مش هيتحركوا غير كده بس، مفيش حاجة تانية هتحركه.
تهديد واقعي للمصالح الأمريكية. هل هو التهديد يعني نصحى الصبح نعلن حرب؟ لا، لا أحد يريد حرب في المنطقة. إحنا عاوزين إسكات البنادق في المنطقة أصلا. مصر بتشتغل على ده بقالها النهاردة أكتر 10 سنين، من 2014 وحتى هذه اللحظة. حلو، جميل. السؤال بقى، هل كلنا مستعدين لترك التباينات جانبا والوقوف وقفة واحد؟ عارف كده، ضربة رجل واحد، هي كده يا جماعة. إن لم تفعلوا 1 2 3 4 فنحن سوف نفكر في 1 2 3 4. شفت، خدت بالك من الكلمة؟ سوف نفكر. أقول قولي هذا وأتوكل على الله. فاصل ونكمل الكلام. طيب يا رب تكونوا بخير. عرفتوا قصة النفق؟ نحكي قصة النفق. بقى يا سيدي نيويورك سيتي فجأة حصلت هوسة وحدوتة ولغط والدنيا قامت وما قعدتش لما اكتشفوا نفق، خد بالك بقى، نفق تحت مبنى حركة حباد، وهي واحدة من المنظمات اليهودية الكبيرة في العالم. بص قدامك على التلفزيون تشوف بقى ايه الحريديم واقفين، اللي هم يعني المتشددين يعني اللي موجودين، اللي انت بتشوفهم لابسين البرانيت واللي بيبقوا عاملين الشعر بتاعهم بطريقه معينه وما الى ذلك. الحريديم واقفين والبوليس واقف وحدوته وكل ده لكي يحيط الكل بمبنى هذه الحركه او المبنى الرئيسي لهذه الحركه في مدينه نيويورك بالولايات المتحده الامريكيه. يا ترى هل ترى ايه قصه هذا النفق؟ يعني انا عندي احساس انه مفيش حاجه، انا عندي احساس انه ده مجرد نفق من الانفاق القديمه، ممكن كان بيبقى بقى نفق صرف صحي، نفق خدمات، شيء ما، ايا كان يعني، ده مجرد احساس ليس الا. لكن الدنيا فعلا قايمه وهيصه ودوشه وزيطه وزمبليطه، وطبعا الحريدين مش هيعتقونا وهيقعدوا بقى يتكلموا عن المؤامره الكونيه اللي بتتعمل عليهم الى اخره. وخليني هنا اخد معايا على التليفون الأستاذ أحمد محارم المحلل السياسي المعروف بنيويورك. أهلا بيك يا فندم. مساء النور يا فندم، أهلا بحضرتك. مساء الفل، إزاي الصح؟ إيه قصة النفق ده؟ الحمد لله. هي القصة ظهرت الحقيقة في توقيت إن غزة والصراع اللي بقاله 100 يوم وكلمة أنفاق، فلما يطلع نفق في نيويورك ويهود فالموضوع بيسمع. هيبقى حماس عملت النفق على طول. عن الصورة الذهنية اللي ممكن أي حد يكون متصورها. الموضوع ببساطة إن نيويورك بيعيش فيها 8.5 مليون بني آدم، منهم 1.6 مليون يهود، واليهود دول طوائف وفيهم ناس متشددين، وفي أحياء كاملة زي الحي اللي حصل فيه الموضوع ده، في معبد قديم عمره 200 سنة، والراباي أو الشخص اللي كان الزعيم بتاعهم بتاع المنطقة دي مات من 100 سنة، ومن بعد موته ما كانش فيه حد يورثه أو يمشي وراه في التيار بتاعه، فحصل انقسام في الطائفه بتاعته. والمعبد ده هناك ناس يعني متعصبين عملوا استرداب ده. احنا في نيويورك دايما البيوت تحتها حاجه اسمها بيسمنت. انت عارف الانفاق نيويورك فيها مترو 12-14 خط بتوصل ساعات 70-80-100 متر تحت. فلما يكون معبد زي ده مبني من 200 سنه وفي بيسمنت او اللي احنا بنسميه المناظر عندنا في الفلاحين، يعني استرداب، الجماعه المتشدده دي بشكل من الاشكال مجهزين الاسترداب ده، مثلا يكون مكان للتعبد او مكان يعني يبقى عندهم نشاط عقائدي او ديني فيه. اللي حصل هم عشان اليهود بيعيشوا دايما في اماكن تلاقي مدارسهم بتاعتهم، الشرطه بتاعتهم، فالحي ده كله 99% ما كانش 100% يهود. وبالتالي حصل ما بين الطوائف نفسها، مش حتى ناس امريكان عاديين او بيض، شافوا ان في نشاط في ملفت للنظر، عربيات بتنزل اسمنت، مواد بناء، حصل يعني احتكاك ما بين الطوائف وبعضها. اللي حصل ان الشرطه جت وشافت ان ناس متشددين مش عايزين يسمحوا للشرطه تشوف الحكايه دي ايه. لما الشرطه شافت الموضوع بقت النقطه ان النفق ده اتعمل ازاي واتبنى بطريقه ازاي ممكن يشكل خطر على المعبد نفسه او على المنطقه السكنيه اللي حواليه. فحاولت الشرطه بنوع من الهدوء، يا جماعه توكلوا على الله، خلينا نقفل النفق ده ونسده. لا، حصلت عركه. لما حصلت عركه في بعض الشباب من المتشددين زقوا دكه كده ولا كرسيين خشب على بتوع الشرطه، فاضطروا بتوع الشرطه ان هم يعتقلوا 9 منهم. فالقصه مجرد نفق او سرداب تحت معبد
يبعد تماما عن الكلام بتاعنا بتاع ان الـ ان اليهود بيعملوا انفاق. بس في معلومه بقى احب اضيفها لحضرتك، ان احنا الانفاق بتاعت غزه دي يمكن في معلومه تكون حديثه عند كثيرين من الناس، انا عرفتها قريب. ان الانفاق اللي موجوده في فلسطين دي، اليهود لما جم سنه 48 واحتلوا الاراضي الفلسطينيه، هم اول ناس عملوا انفاق عشان يبقوا تحت الارض يصنعوا فيها السلاح ومحدش يشوفها. هم يعملوها بصراحه. فيعني قصه النفق بتاع نيويورك موضوع سينما مختلف تماما عن الصوره الذهنيه. طب كويس ان هم ملزقوا، للاسف الشديد كويس ان هم ملزقوهاش في حركه حماس او لزقوها في الفلسطينيين. لا، هم منهم فيهم. يعني حتى الخلاف اللي حصل ما بين الاطراف اليهود، ما فيش حتى حد امريكاني منهم فيهم، خلاف عقائدي، ناس متشددين، وبالتالي الشرطه عملت الواجب اللي بتعمله كحفاظ على الامن القومي وامن الشارع. يعني هم اللي عملوا النفق، وهم اللي بيزيطوا، وهم اللي عاملين الشغب، وفي نفس الوقت طبعا كما جرت العاده لازم هيخلقوا بكائيه كبرى وحاله من حالات المظلوميه، وشبابنا اتضرب، واصل الشرطه قبضت عليه حدوته. كويس انه حضرتك نورتنا بهذه التفاصيل استاذ احمد. شكرك. واشكرك جدا على المداخله، ونتمنى ان نلتقي قريبا اما في القاهره او في نيويورك في القريب باذن الله. اشكرك جدا 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 استاذ احمد محارم المحلل السياسي بنيويورك. قبل الفاصل، شوف الحريديم كمجموعة من المجموعات المتشددة يعني، أو الطوائف المتشددة داخل الديانة اليهودية، دول ناس من مش بس الأكثر تشددا بل الأكثر تطرفا والأكثر عنفا حتى فيما بينهم وبينهم البعض، يعني ما بينهم وما بين بعض هم شديدي العنف. شديدي العنف في حالة إيه؟ فلان الفلاني خد قرار إنه يطلع بره الطايفة، يا نهار اسويخ، ما اقولكش على اللي ممكن يحصل فيه. كان رجل او كانت سيده، ده واحد. اتنين، الناس دي بتعتبر انه الستات مواطن درجه 10 جوه الطايفه، لا تانيه ولا تالته ولا بتاع، درجه 10. طبعا جدير بالذكر انك لازم هتلاقي صوت من هنا على صوت من هناك، مش من هنا، من عندنا في مصر يعني، صوت بقى من جوه الطوائف المتشدده. وطبعا المنظمات الصهيونيه هتبدا تتكلم على نظريه مؤامره متعلقه بهذا النفق، ويا ترى هل ترى النفق ده مين اللي عامله، ويا ترى كانوا عاوزين يهدوا المعبد علينا وعلى ادمغتنا ولا ايه. حدوته. للاسف الصهاينه، انا مش بتكلم على اليهود، الصهاينه طول الوقت بكائيات، طول الوقت عندهم احساس بان هم ضحايا، فيكتمايزد 24 ساعة. العالم يحاربهم مع انهم بيتحكموا في الاقتصاد العالمي. العالم يحاربهم بالرغم انهم اصحاب مصانع السلاح الكبرى في العالم. العالم يحاربهم في حين انهم جولنا من كل اصقاع اوروبا علشان يستولوا على الارض بتاعتنا عفيجة. والله. وبعدين لما تيجي الناس تقول لا دي بتاعتنا، يقتلوهم. شيء شديد الغرابة يعني. على كل كل شكر مره تانية استاذ احمد محارم. ويمكن حضراتكم كده عرفتوا ايه القصه بتاعت النفق. النفق اللي لينا فيه ولا بتاعنا، وهم منهم فيهم، وفي الاخر خالص هم اللي مارسوا شغب تجاه شرطه نيويورك، وفي الاخر خالص انا بقول لك اهو هيرفعوا قضايا على شرطه نيويورك، ووارد ان هم يكسبوها وياخدوا تعويضات. لا لا، دول مش سهلين ابدا. فاصل وهنكمل الكلام، ومحتاجين نتكلم على زي ما كنت بقول لك كده قضيه الملكيه الفكرية بشكل عام، وعلى وجه الخصوص القضية المتعلقة بالست أم كلثوم. استنونا بعد الفاصل، لأنه هيبقى معانا كل الأطراف، كل الأطراف. استنونا بعد الفاصل. المنهج في الوزارة الحقيقة حطينا ناشنال سبورت استراتيجي زي الناشنال يوث استراتيجي وماشيين عليها. الحقيقة من البداية وإحنا بنشتغل بشفافية شديدة جدا وبمنهج سريع أيضا، العلاقة ما بين الوزارة كقطاع حكومي مع القطاع الخاص جنبا إلى جنب، مقتنعين بدور القطاع الخاص، داعمين للقطاع الخاص بما أوتينا من سلطة في العمل سواء بالقانون أو خلافه. إحنا بنسهل عمل القطاع الخاص ونتعاون معه. علشان كده الفترة الأخيرة يمكن كان في أكتر من يعني مؤتمر صحفي اللي بيه القطاع الخاص بيدخل معنا يرعى الأبطال أو مشروع. الحقيقة في بلاد كتيرة جدا تعدادها أقل مننا وجريوا أسرع مننا وأخذوا بطولات
احنا مش اقل من اي حد. احنا عندنا مصر بلد عريقه بتاريخها بشبابها بمسؤوليها بوزاراتها باتحاداتها. نحن نقدر نعمل اكتر من كده بكتير. واحنا كقطاع خاص اولا بنتوجه بالشكر ليكم ان انتوا اديتونا الفرصه ان احنا نبقى جزء من هذا النجاح ونقدر ان احنا نساهم فيه ولو بحاجه بسيطه. دي حاجه تشرفنا جدا. طبعا انا بحب اشكر وزاره الشباب والرياضه والدكتور اشرف صبحي طبعا وشركه بالم هيلز مستر ياسين منصور على البروجكت الكبير ده واللي احنا نكون بارت منه. ده دعم كبير جدا للرياضه المصريه ودعم كبير جدا للعيبه وان شاء الله يبقى دافع كبير لينا كلنا في اولمبياد باريس ويحققنا على نحقق ميداليات اكتر من ان شاء الله طوكيو. طبعا النهارده البروتوكول التفاهم اللي ما بين شركه بالم هيلز للتعمير ورعايه الابطال يعني حاجة جميلة جدا. هم يستاهلوا بذل مجهود كبير جدا. بالتالي ان البروتوكول ما بين بالم هيلز للتعمير واللجنة الأولمبية وفي حضور وزارة الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي ده بتشجع الأبطال ان شاء الله الخمس سنين الجايين هيبقى في زي برنامج ثابت ليهم تمرينهم من مشاركتهم الدولية من رعايتهم داخل وخارج مصر هتكون ان شاء الله بإذن الله متوفرة. دعم قوي جدا من الشركة. بشكر أستاذ ياسين منصور على دعم وحبه للرياضة واحنا في بالم هيلز ان شاء الله بإذن الله المشروع القومي يعني بيرجع بقوة ان شاء الله. بنحضر للأولمبيات عندنا 2023 كان كلها تحضيرات قدرت انا اعمل فيها انجازات عالية جدا يعني برونزية بطولة العالم الرقم العالمي الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم مصنف اول على العالم لأكثر من سنة بطل افريقيا يعني بقى عديد من الميداليات وخلصنا السنه اخذ شهر 12 راحه بنبتدي تاني في شهر 1 ان شاء الله سنه الاولمبيك جيمز بنفس التحضيرات بالتنسيق مع المدرب عندنا كاس عالم هنا في مصر في المدينه الاولمبيه مش اخر شهر 1 وبعد كده بيليها في 3 كوس عالم لحد شهر 7 ان شاء الله بالاضافه للمعسكرات. اهلا اهلا وسهلا بحضرتك. انتوا عارفين ان انا ضد كلمه الزمن الجميل دي تماما يعني لانه احنا بعد 50 سنة هيتقال علينا برضو ان احنا الزمن الجميل فخلينا نحاول قدر الاستطاعه نغير من المصطلحات اللي احنا قاعدين بنقعد نتوارثها من زمن وجيل الى جيل الى اخر. وهي كل الازمنه جميله وكل الفنون اللي فيها فنون جميله وخلاص وخلصنا. طيب خلينا بقى نقعد نتكلم بالراحه كده على التراث بتاعنا. التراث هو منتج فكري. التراث هو منتج فكري في كلمات في مزيكا في ناس بتغني في حاجات كتير عوامل يعني التوزيع إلخ إلخ إلخ. طيب إزاي أقدر أحمي التراث بتاعي؟ لأن أنا مش بس هتكلم على تراث الزمن الجميل اللي حضرتك بتحب تسمع الجملة دي بتاعت من 50 سنة ولا من 70 ولا 100 ولا أكتر لأنه هيجي بعد شوية هنبقى مهم عندنا أن احنا هيبقى في أجيال تحمي التراث اللي احنا بنقدمه. أكيد مش أنا يعني مثلا بس هيبقى تراث زي اللي بيقدمه مثلا محمد رحيم على سبيل المثال ليس إلا. خليني الأول أرحب بضيوفي الأعزاء داخل الاستوديو. نبدأ الأول بأستاذة نادية مبروك رئيس شركة صوت القاهرة. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك استاذ ليديز فيرست. والا يعني مش الحلقه مش هتعدي بالطبع. بس مش باعتبار السن يعني. لا ليديز فيرست. طيب الاتيكيت عندنا اهم حاجه في البرنامج ده النوع بالاتيكيت معروف. دكتور حسام لطفي المحامي المعروف والمستشار القانوني لجمعيه المؤلفين. اهلا بيك يا دكتور. ملحننا هو حاجات كتير. محمد رحيم اكبر بكتير من قصه ملحن يعني فنان ومبدع كبير جدا. محمد رحيم منور عامل ايه؟ وطبعا المنتج الرائع سليل العائلة المحترمة محمد محسن جابر. ازيك عامل ايه؟ كله تمام؟ كله تمام. اهلا بيك. هبدأ يمكن الاول بالتعريف الديفينيشن بتاع حماية الملكية الفكرية يا دكتور حسين. فندم حماية الملكية الفكرية مصطلح سهل جدا. الملكية الاصل بترد على المادة. فانت بتملك حق ملكية على سيارة، حق ملكية على شقة، وبعدين تطور قانون وبدأ يبقى الملكية ترد على الفكر. الملكية لا ترد على الفكر في المطلق، يجب أن ترد على الفكر المبتكر أو الفكر الجديد. إذا كان فكرا جديدا فبيحمى بالملكية الصناعية، إذا كان فكرا مبتكرا بيحمى بالملكية الأدبية والفنية اللي هو مجال نتكلم عنه دلوقتي اللي هو الآداب والفنون والعلوم. جميل. ده المقصود بالملكية الفكرية. أن تحمى حياة المؤلف وخمسين سنة بعد وفاته. وإذا تعدد المؤلفين في مؤلف وملحن
يبقى حياة المؤلف زائد الملحن زائد 50 سنة بعديها. والحق الأدبي أبدي، يعني نتننا نتكلم على أن الحق الأبدي بعد 1000 سنة. أنت بتكلم على الأستاذ محمد رحيم من شوية، بعد 1000 سنة لازم تقول اسمه، مش هتقدر تقول ده اسمي أنا، لازم ينسب إليه. أمركم جميعا 1000 سنة. لا يعني إن شاء الله يكون موجود، إن شاء الله يكون موجود. طيب ده هيخليني هروح يمكن على إحنا ليه بنتكلم في مسألة حقوق الملكية الفكرية وحماية التراث وما إلى ذلك، لأنه ده جاي من وراء قصة شديدة الأهمية متعلقة بتراث الست، أو بنقول الست يعني الست أم كلثوم، وفي جزء كبير متعلق بده عند صوت القاهرة وأستاذة نادية من جهة، وعند الهيئة الوطنية للإعلام بجمهورية مصر العربية أستاذ حسين زين من جهة أخرى. أنا هستأذن أستاذة نادية قبل ما الدكتورة نادية قبل ما يمكن نتكلم في القصة دي، أنا عايز أسمع رأي أستاذ حسين زين في هذا الموضوع ويفتنا فيما اختلف عليه الكثيرين. أهلا بك يا فندم. أهلا، مساء الخير يا أستاذ يوسف. إزاي حضرتك أستاذ حسين؟ أهلا بيوقنا لعزاء، نورت البرنامج. كل سنة وانتم طيبين وحضرتك بالصحة والسلام. سنة سعيدة علينا جميعا. أستاذ حسين، الكثير من اللغط أثير حول تراث الست أم كلثوم وحقوق الست أم كلثوم وحقوق استخدام تراث الست أم كلثوم، بل وصوتها وأحيانا صورتها طبقا للتقنيات الجديدة بتاعت الهولوجرام. حضرتك كرئيس للهيئة الوطنية للإعلام زي ما كنت بقول، أفتنا فيما اختلف عليه الكثيرين. هو الموضوع ما فيهوش اختلاف كتير، هو الموضوع مثبوت قانونيا والملكية الفكرية موجودة والحق يعود لصوت القاهرة بأنها المالكة الوحيدة للتسجيلات الغنائية السابقة واللاحقة للسيدة أم كلثوم. وأنا أعتقد اللي في حكم المحكمة كان في 2020 الصادر عن المحكمة الابتدائية والاستئناف بأحقية صوت القاهرة في جميع ما سبق القول فيه. فأنا أعتقد اللي احنا هنا تحصيل حاصل هي المسألة، مسألة الحقوق بنسب، سواء احنا بنتكلم فيها حق صوت القاهرة وهي تمتلك حوالي 74%، واعتقد 30% اللي احنا بنتكلم فيهم الباقين هي بتمتلك 70% وال30% للورثة. اعتقد الورثة هم باعوا الحقوق بتاعتهم بنسبة 80% من ال30%، يعني 80 من ال30 الإيرادات، والمتبقي ده لصوت القاهرة اللي هي تملك النسبة الغالبة او النسبة الكبيرة. عظيم جدا. اعتقد هنا الحقوق واضحة، لكن احنا هنا بنحب المجادلات الكتيرة، وده اللي بيعمل نوع من اللغط، وطبعا بيعمل نوع من التشابك. طيب اذا يعني للمزيد من الاستبيان خليني الاول اشكرك جدا استاذ حسين، شكرا جدا على قبول المداخله في النهايه. خلص البيت بيتك يعني مش هنقول حاجه ثانيه. العفو يا فندم. عارف معزز. العفو، انا عارف ده يعني دي عشره طويله جدا اكثر من 25 سنه. اشكرك جدا استاذ حسين، كل الشكر استاذ حسين زين رئيس الهيئه الوطنيه للاعلام. وهنا اعود لدكتور ناديه وبعدين ارجع لمحمد محسن جابر وارجع اخد راي هذا المبدع العبقري، هو صاحبي بس انا شهادتي مش مجروحه والله العظيم، محمد ربيع. دكتور نادي، مساله الملكيه اللي ذكرها الاستاذ حسين ويمكن اللي اتكلم فيها قبل كده معانا حتى على تليفون دكتور حسام لطفي، يمكن كان من خلال يمكن تقريبا من يومين كان معانا استاذ محسن جابر على التليفون وتحدث ايضا حتى وكان معانا دكتور حسام في هذه المساله، هذا اللغط المتعلق بقصه الست ام كلثوم. هو الحقيقه يعني انا محتاره هو ليه في لغط، يعني احنا في انت بيحصل لغط لما يبقى الامور مش مثبته، الامور مش مؤيده بعقود او كده. صوت القاهره عندها عقد مع السيده ام كلثوم سنه 59، كانت شركه صوت القاهره ما اسمهاش صوت القاهره، كانت مصر فون بتاعه محمد فوزي الله يرحمه. الله يرحمه يا رب. بعد ما تأممت صوت القاهرة اتعمل عقد 64 بتوقيع السيدة أم كلثوم بخط إيدها، وأقرت فيه إن صوت القاهرة هي المالكة الوحيدة لتسجيلاتي السابقة واللاحقة، لأنها كانت لسه بتغني ففي لسه تسجيلات هتحصل. في العقد ده أقرت أم كلثوم إن صوت القاهرة هي المالكة، لكن في 30% من العوائد بتاعت هذه التسجيلات هي تاخدها. حق ام كلثوم. حلو.
لما توفت ال 30% دول اتوزعوا على الورثه بشرع ربنا، واتعمل عقود معاهم برضو من صوت القاهره، كل واحد حسب نسبه، حسب نسبته النسبه بتاعته التي اقرها القانون. طبعا شرع. بالشرع بقى والقانون وكل حاجه. بعض الورثه 80% منهم باعوا حقوقهم للاستاذ محسن جابر. الباقيين لسه موجودين مع صوت القاهره. يبقى هنا الموضوع واضح، ال 30% بتوع السيده ام كلثوم راحوا للورثه، الورثه باعوا للاستاذ محسن جابر، فالاستاذ محسن له حق. طبعا له حق، كويس، له حق جدا، ما حدش يقدر ينكره ولا احنا بننكره. حقه في ال 80% اللي اشترى حقوقهم من الورثه، يعني ال 80% اللي من ال 30% التي تستحق للورثه. طيب، يبقى احنا هنا لازم، بما انه استاذ محسن مش منورنا لكن يحضر عنه حاضرا دائما، استاذ محمد ايه رايك في هذا الكلام؟ يعني هو كلام شويه مش مفهوم برضه، لان صوت القاهره عمرها ما كانت تملك ام كلثوم. أم كلثوم كانت هي المنتجة لأعمالها، ده بتنازلات واضحة يعني معنا. وصلنا حتى جبنا التنازل اللي أيوة. عملها ست أم كلثوم أيوة. لصوت القاهرة، ده العقد الموقع. ده مش تنازل، لا مش ده هو ده، لا حضرتك اقرا الفقره الثانيه. ده توكيل، بس حضرتك لو تخلي ده، لا اقرا الفقره الثانيه، حضرتك لو تخلي ده معاك اقرا الفقره الثانيه. انا عايزك تكمل يعني، كمل وانا هفتح الباب. انا هبدا تاني، بس اللي حضرتك عرضته ده توكيل من السيده ام كلثوم بصفتها مالكه لشركه صوت القاهره وشركه حاجه جنيف، مالكه فاتكو، في شركه فاتكو في جنيف، شركه فالكو. فام كلثوم بصفتها المالكه عامله توكيل لصوت القاهره وفالكو بصفتها المالكه علشان تزوير. بمعنى اشرح لي الحته دي بقى، ليه زور ايه الورقه اللي حضرتك عارضها دي؟ ده توكيل. ليه صوت القاهره لو هي مالكه هتحتاج توكيل؟ هو في اصيل بيحتاج توكيل؟ مفيش وكيل باصيل بيحتاج توكيل. على حسب النص اللي موجود، يعني النص اللي مضي عليه الست ام كلثوم هو اللي هيحدد. صح، اقرا الفقره الثانيه يا استاذ يوسف، هحاول الفقره الثانيه. يا ريت الفقره الثانيه، انه ده توكيل واقرار. والقانون المستند ممكن يبقى توكيل واقرار في وقت واحد غير التوكيل العام الرسمي. أيوة. انا ابدا لحضرتك واحده واحده عشان بس يبقى عندي فرصه ان انا اجاوب على الاسئله. ام كلثوم في حياتها كانت تملك كل اعمالها، الكلام ده موثق بتنازلات واضحه من المؤلفين والملحنين، معايا الاوراق ممكن نعرضها. عظيم. الملحن الكبير رياض الصنباطي والاستاذ احمد رامي الى صاحبه العصمه السيده ام كلثوم، تنازلات باسماء الاغاني زي ده، يعني لو بصينا على الصفحه الاولى اوكي هتشوف تنازلات بكل الاعمال. بس انا هنا عندي ورقه مهمه قوي اسمها عقد اتفاق. اكمل لحضرتك بس. طيب ناخد كده تسلسل سريع كده للاحداث. انا معك. توفت السيده ام كلثوم، صوت القاهره عملت عقود مع الورثه بتاعت السيده ام كلثوم. عقدين، عقد للمصنفات وعقد للفيديو، عقود بتتجدد، عقد بصفتها بصفتهم المالكين لمحتوى مورثتهم، عقد 3 سنين وعقد 5 سنين للفيديو، بيتجدد كل 3 سنين وبيتجدد كل 5 سنين. جينا في سنة 2000 احنا اشترينا من الورثة، والورثة قبل ما يبيعوا بعتوا انذارات في الميعاد القانوني بإلغاء العقود اللي كانت سارية مع صوت القاهرة. الأستاذة نادية بتشير إليه اللي هو الحصة بتاعت 30%. أيوة. أم كلثوم كانت بتعمل اسطوانات، كانش في حد بيعمل اسطوانات في، لازم تروح لشركه محمد فوزي علشان تصنع الاسطوانات. انا انا بعمل المصنف، بس المصنف ده انا مش عارف اسوقه، انا محتاج شركه عندها المكن وعندها الادوات طبعا. وعندها المخارج علشان المصنع عشان تسوق. المعروف في الوقت ده مش في ام كلثوم، في صوت الفن وفي كل الشركات، ان المصنع بياخد 30% مقابل التكلفه، 30% مقابل حصته هو مقابل التوزيع، مقابل التسويق والدعايه، و30% للمالك. ده مش معناه ان هو مالك، ده معناه، مش معناه ان صوت القاهره مالكه، او مش معناه ان حصه ام كلثوم هي 30%، معناها انا مالك بس باخد عائد 30% لانها متقسمه على 3 شرايح. 30% بتروح لتكلفه الاسطوانات، 30% بتروح للشركه اللي بتوزع، و30% ليا كمالك. هي دي الحته اللي هما بيتكلموا فيها ان هو اشترى 80%، ملهاش علاقه بخاص، احنا نملك 100% من محتوى ام كلثوم. ام كلثوم كانت تملكه، بعد ذلك بقوا الورثه هم اللي يملكوه، ولما احنا اشترينا من الورثه بنسبه 100% فاحنا نملك 100% من ال 100% وليس من ال 30%. طيب انا
واحنا بنشرح كده وهرجع مره تانية للدكتور حسام، بس عايز الاول اروح لمحمد رحيم. انت شايف كل هذا الجدل في اي اطار؟ هقول لك يا يوسف، علشان نقدر نفهم الموضوع ده بشكل عام طبعا، لان الحقيقه يعني الموضوع هنا في تفاصيل قانونيه وعقود واتفاقات، فانا حابب اعلق عليه في الاخر او رايي من بعيد، بس عايز اتكلم على المساله كلها. احنا عشان نفهم يا يوسف اللي بيحصل بالظبط في الموضوع ده، محتاجين نركب زي آلة زمن. آلة زمن بمعنى انه النهارده مثلا، تعالى نتخيل النهارده واحنا في قناه التلفزيون المصري العريق العظيم طبعا سنه 46 اللي كانوا بيعملوا فيه البروفات كلهم، سيده ام كلثوم والفنان الكبير محمد عبد الوهاب وكل الناس دول، ايه نوع الاتفاق اللي كان بيتعمل ساعتها ما بين الملحن والشاعر من جهه، وما بين المطرب والمنتج من جهه ثانيه؟ اوكي، لو حضرتك جيت بسيط على شركه التلفزيونات هتلاقي مثلا بيتكلم في الراديو اللي هو كان بيبقى لسه اختراع جديد وكذا وكذا. طب بعد كده بعد شويه بعد العصر ده ظهر التلفزيون، وبعد التلفزيون ظهر القمر الصناعي ساتلايت القنوات بقى طبعا كلها. اوكي، بعد العصر ده ظهر عصر الانترنت، دلوقتي بقى في العصر اللي بعده عصر الذكاء الاصطناعي. المشكله كلها بتحصل هنا، بمعنى ان انا لو جيت حضرتك سالت الاستاذ رياض الصنباطي النهارده وهو بيعمل الاتفاق، تسال سؤال كلمه من شويه قبل الهوا عجبتني قوي، الجنيه المصري زمان سنه 21 ولا حاجه و30 كان يجيب شقه ويجيب كذا، تشتري بيت وتيجي. هل تتخيل مثلا، ما اعرفش الاستاذ رياض الصنباطي اخذ كام في الاطلال، بس انت ممكن تتخيل مثلا هو كان بيفكر ساعتها موسيقار عظيم زي ده مثلا بامور ساعتها مدام ناديه 12 جنيه، 15 جنيه، ممكن رقم كويس ومجزي جدا يعني، يساوي رقم كبير قوي. الست ممكن تكون اديته 20 جنيه في الاطلال، 20 جنيه في الاطلال. طب هات بقى مدير اعمال بيدير اعمال رياض الصنباطي من العصر اللي احنا فيه ده، يقول له يا استاذ رياض لو سمحت 20 جنيه في الاطلال، يقول له ايه يا ابني ده رقم كبير جدا. انت عارف يعني ايه 20 جنيه؟ انت عارف يعني ايه 20 جنيه؟ يقول له استاذ طب 20 جنيه في الديجيتال ولا في الفيزيكال؟ يقول له يا ابني فيزيكال ايه وديجيتال ايه؟ عايزين نفهم انت بتتكلم في ايه؟ يقول له الديجيتال ده اصل غير ما هتلعب على اليوتيوب وهتحط على انغامي وهتحط على سبوتيفاي. يقول له يا ابني هتلعب في الاذاعه المصريه. فانت بتتكلم هنا على العلاقه التعاقديه والقيمه الماديه طبقا للزمن. بالظبط كده بالنسبه للوقت. انا شايف ان المشكله دي كلها ومشكله الملكيه الفكريه في مصر، واللي احنا ان شاء الله اامل من كل قلبي ان احنا نشتغل عليها كلنا الفتره اللي جايه، مشكله الوقت. ان احنا بنتكلم بمعايير قديمه جدا في ابلكيشنز وفي اختراعات وفي علوم حديثه جدا جدا، فالخلاف بيحصل من هنا. الاستاذ محسن جابر، انا طبعا ده صديقي وحبيبي واخونا وابونا الروحي كلنا. صحيح. كذلك الدكتور مدحت العدل برضه، وده قامه كبيره جدا جدا، وانت طبعا عارف انا بتكلم من موقع محب للناس كلها طبعا. انا عارف الجمعيه طبعا بيتنا، بمناسبه انا عضو في الجمعيه المصريه من اول ما بدات كملحن، عمري ما سبتها، ومن خلالها خدت كل الجوائز العالميه الحمد لله اللي خدتها من باريس، مره 2016 اللي هي بروفيشنال، والسنه دي 2023 اللي هي بيرمننت ممبرشيب اللي هي فول ممبرشيب في مجالنا. دكتور حسام عارف طبعا دي يعني تعتبر اكتر حاجه ممكن يوصلها ملحن في العالم الحمد لله، وانا عضو في الجمعيه المصريه عمري ما سبتها، يعني بحبها جدا وبنتمي ليها وبحب دايما اكون موجود فيها. فالموضوع كله عباره عن ايه يا حبيبي؟ الاستاذ محسن جابر كان جاي من زمن سابق، كان سابق في الفكر. بمعنى ان حضرتك انا النهارده، بص يا يوسف تعالى نتخيل، البومات ام كلثوم ماليه الوطن العربي كله من زمان قوي قوي قوي. لو جيت حضرتك النهارده قلت لوالدك مثلا في البيت يا بابا عايز اجيب ابوم، يقول لك يا ابني افتح الدرج اللي هناك ده هتلاقي شويتها كلها، انا بابا كان عنده المجموعه كلها في بيوتنا كلها طبعا. طب تعالى نتخيل ان الالبومات اللي موجوده في كل البيوت العربيه بتاعت ام كلثوم، واحد جاي لك دلوقتي حالا وهي قدامك اهي خلاص، وانت هريتها سمع وموجوده شغاله اول حاجه في القصور، في كاسطوانات، شغاله في القهاوي، شغاله في المحطات، شغاله في التاكسيات، شغاله في العربيه، شغاله في كل مكان. جالك واحد سنه 2000 بيقول لك لو سمحت الالبوم بتاع ام كلثوم عندك ده انا عايزه وهدفع فيه فلوس، هتيجي تقول له ايه ساعتها؟ هتقول ايه ده؟ هو الراجل ده فلوسه كتير ولا ايه؟ يعني ايه هتشتري مني البوم ام كلثوم؟ مش فاهم يعني الموضوع. انت اصلا لسه ما عندكش عنده فكره، لو كناش نعرف ساعتها ان الصناعه دي كلها هتتحول هيحصل فيها كل هذا الشكل من التطور. بالظبط، هتبقى ديجيتال وهتبقى المساله النهارده مختلفه تماما عن ما كانت بتحصل زمان. فانا شايف ان في جزء كبير جدا من الخلاف. على فكره هتقول لي مين غلطان؟ مفيش حد غلطان على فكره، مفيش حد غلطان. يعني انا النهارده عندي منتج سابق وكرييتيف اسمه محسن جابر طبعا، راح اشترى وات ايفر الاتفاق، انا ما اعرفش عنه حاجه حتى القانونيه طبعا، مدام ناديه واستاذ حسام هم ادرى بيها ومحمد طبعا هم اتكلموا فيها، ما عنديش فكره. بس هو الراجل بيفكر لقدام. يعني مثلا على سبيل المثال هضرب مثل بسيط جدا، انا من الحاني مثلا حبيبي على باله عمرو دياب،
او صبر قليل بتاع شيرين اليومين دول معمول لها ريميكس مع انها بقالها 20 سنه عاملها ريميكس اليومين دول يا يوسف مكسر الدنيا كل ما هتفتح هتلاقي الريميكس ده بالظبط كده. طب ما هي يا جماعه بقالها 20 سنه الغنى اللي حصل يعني اللي حصل انه انت كنت بتعمل فكره ساعتها مثلا الناس بعد 20 سنه لما توزعت بشكل معين غير انها نجحت ساعتها حبت الموضوع اكتر وبقى معناها برضه ان الفكره الاولى كانت بروجريسيف لقدام بالظبط يعني. كده طيب هنا هاخد بعضي وارجع مره ثانيه للدكتور حسام عشان انا فاتح اهو التوكيل قدامي حضرتك قلت لي اقرا الفقره استني في هنا قدامي توكيل صح كده هذاك اقرا كده التوكيل هقرا كل بموجب هذا انا ام كلثوم ابراهيم من رعايا جمهوريه مصر جيم عين ولا جيم جمهوريه عربيه ومقيمه في شارع الجمهوريه العربيه المتحده ومقيمه في شارع ابو الفدا فيلا ثوما بالزمالك القاهره قد وكلت وفوضت شركه فاتكو بجنيف في الدفاع عن حقوقي وحقوق خلفائي الناشئه عن كافه تسجيلاتي التي قمت وساقوم بها لدى شركه صوت القاهره المالكه لكافة حقوق الملكية الأدبية والفنية لتسجيلاتي والمترتب عليها حقوق النشر ومنها حق الطبع الميكانيكي وأقر بأنه ليس لأي جهة أو شركة أو شخص حق إداعة التسجيلات الفنية أو طبعها أو نشرها بأي وسيلة كانت فيما عدا شركة صوت القاهرة وشركة فاتكو أو نادكو عشان نخطط مع مشروع فاتكو بالإف المتعاقد معها وأن أي شركة أو جهة أو شخص يقوم بطبع تسجيلاتي أو نشرها بأي وسيلة يعتبر معتديا ومغتصبا ينهر أبيض على المصطلحات ومخالفا للقانون مخالفة ينشأ معها الحق لشركة فاتكو نيابة عني بأن ترد هذا الاعتداء بكافة الوسائل القانونية والقضائية. التوقيع مين بقى؟ التوقيع لا ده بقى ممكن نحط التوكيل ده في مكانه يا استاذ يوسف. التوقيع ده يعني التوكيل ده كانت شركة صوت القاهرة بتوزع للسيدة ام كلثوم وكان في استغلال بيحصل غير قانوني في جنيف. اوكي. فهي بصفتها المالكة عملت توكيل للشركة الموزعة. الشركة الموزعة لان هي لو مالكة هيبقى معاها قيود. هيبقى معاها قيد تسجيل للمؤلف والملحن مش هتحتاج من السيده ام كلثوم توكيل. اوكي. ما كانش فيه في وما كانتش الوقت. لو هي بتدي لصوت القاهره ده كملكيه ما كانتش هتدي فاتكو يعني هنا معناها ان فاتكو دي مالكه معانا مش صوت القاهره بس بقى كده صوت القاهره وفاتكو بقوا ملكين لصوت كتالوج ام كلثوم فاتكو في جنيف. الجمله الدفاع فاتكو الدافع والمالك الاطار بتاع التوكيل يعني فاتكو وكيلا عن ام كلثوم مظبوط مش الدفاع شكل فوضت شركه فاتكو بجنيف في الدفاع عن حقوقي في فرق بين الدفاع والملكيه. طب اشرح لنا الحته دي يا دكتور. طب يا فندم في فرق يا فندم بين ان في حاجه اسمها توكيل وحاجه اسمها تفويض. التوكيل بيتلغي بالوفاه التوكيل محدد المده اقدر اتراجع عنه في اي وقت. كده السيدة أم كلثوم لما كتبت قالت وكلت وفوضت. فوضت يعني إيه؟ لا رجع فيه. يعني حضرتك لما تفوض زوجتك أن تطلق نفسها طلقة واحدة بقينا بينونة صغر. تقدر بعد الزواج بسنة تلغي الكلام ده؟ ما تقدرش. خلاص. ده تفويض. لأنه لا رجع فيه. ماشي. ده ديليجاسيون. اخترت أصعب بيسموه بروكسي. لا عشان ما حدش ينساه. لسان مخيف ده. لسان مخيف. اللي بقوله دلوقتي ان ده محسوب. انا عايز ادعو حضرتك دلوقتي وادعي الابن العزيز الاستاذ محسن محمد محسن جابر. حضرتك افتح العقد الاتفاق اللي انت عملته. بص البند الرابع. هاتوا عقد الاتفاق. ده توقيع السيدة ام كلثوم بقى. ده توقيع. هات البند الرابع في عقد الاتفاق. هتقولنا عقد الاتفاق يا سادة الله يخليكم. أيوة. على السكرين هنا بس وانا قابل ايه عقد الاتفاق ده؟ عقد الاتفاق بين شركة صوت القاهرة وام كلثوم هنسمع بيقول مش ايه؟ مش ده العقد اللي حضرتك قلت في المحاكم ان هو مش موجود اصله؟ عقد اتفاق وتصالح هو ده العقد. لا معانا مفيش. طب ما هتحطه في المحاكم معانا ده اللي هو احنا خمس سنين في المحاكم حتى اقررت في المحكمة. خلي الاستاذ يوسف اقررت في المحكمة بعدم وجوده. خلي الاستاذ يوسف عقد اتفاق وتصالح ولا عقد اتفاق بس؟ هو بيه ده عقد مش موجود يا فندم. ما نصادرش على المطلوب. البند الرابع انا مش بصادر عليه هو مش موجود. البند الرابع يا فندم عقد اتفاق امال طلع البند الاول دي نسخة. انا ممكن اكتب اي عقد واجيبه. انا بسال على اصل العقد ده. طب يا فندم نقرا البند الرابع عليه في المحاكم لما حضرتك حطيته. لا نقرا البند الرابع يا فندم ولما تظهرش وقررته بعدم وجوده.
طب نقرا البند الرابع عشان ما انا علشان برضو ابقى لا عشان ما اشوش على بعض عشان ابقى راجل منطقي وواقعي. انا اتذكر كويس ان استاذ محسن من سنين كان عامل اغنيه مهمه جدا علشان الدفاع عن حقوق الملكيه الفكريه اللي كانت سرق حقوق الملكيه سرق أيوه. حقوقي الفكريه مزبوط. امسك حرامي انا فاكرها كويس أيوه امسك حرامي صحيح كانت سنه 2004 تقريبا 2005 مع بدايه قناه مزيكا بالظبط مع بدايه مزيكا. فانا يعني انا مقتنع تمام الاقتناع ان اكيد استاذ محسن يدافع عن الحقوق لكن على ما يبدو في شيء ما مخبط. لا نقرا البند الرابع بس البند الرابع بيقول استنى بس يا محمد انا عايز اقول ما هو انا ممكن اجيب لحضرتك حقوق تقول اي حاجه هو مختوم. بص يا سيدي هو بيقول ايه يمكن يكون في حاجه تفيدك برضه يا استاذ يوسف انا عارف العقد ده معلش استاذ محمد بيقول لك احنا ممكن نبقى جايبين اي عقد احنا الدوله احنا شركه قطاع احنا ملك للدوله كلنا كاشخاص وكشركات ملك للدوله فاحنا شركات خاصه احنا شركات انا برضه عايز الدكتور دي الصوت دي الورقه الوحيده اللي معايا شركه مملوكه للدوله انها تجيب حاجه مضروبه ولا حاجه انا فندم انا مش هعطلك اقرا البند الرابع مش عايز اقرا اربع اوراق ثاني انا الدكتور حسام اقر بعدم وجود العقد ده في المحكمه في قضيه انا بقول الكلام ده غلط انا بقول غلط ولا حاجه طب ممكن حضرتك تقول لي انا بقول غلط انا ما قاطعتكش طب انا مش بقاطع حضرتك انا بقول حضرتك انا بقول حضرتك خلينا نسمع انا ما قاطعتكش ونتناقش يعني نتناقش حتى فيما يخص انت هيجي عليك الدور تتكلم انا مش هتكلم الرابع بيقول الآتي من المتفق عليه أيوة. بين المتعاقدين أن الأغاني التي تسجل بصوت السيدة أم كلثوم إبراهيم تنفيذا لهذا العقد يكون للشركة وحدها حق استغلالها على النحو الموضح بالبند طيب. الأول أعلى كمل يا فهم. سواء كان ذلك أثناء مدة سريان العقد أيوة طبعا مدة سريان مفعول هذا العقد أو بعد انتهاء مدته. البند الأول المشار إليه بيقول الآتي علشان برضو أبقى أمين في القراءة وفي الطرح. تتعهد السيدة أم كلثوم إبراهيم طوال مدة سريان مفعول هذا العقد بأن تسجل بصوتها الأغاني التي يقع عليها اختيار الشركة وتوافق عليها السيدة أم كلثوم على فونوغرافات تعد للجمهور تمام وتسجيلها تجارية سمعية ده كله كلام أنحاء العالم بما في ذلك أنا علشان وقت حضرتك أنا هسأل سؤال أنا هسأل فكرة إن الأستاذ محمد يعني بيشكك في صحة هذا العقد. لا انا بشكك هو ده في حوار المحكمة حضرتك هاتلي بقى العهد الموقع من استاذ محسن جابر 17/10/2010 لا دكتور يا استاذ يوسف انا محتاج ارد على النقط واحده ارد على النقط يا استاذ حسام انا اكمل كلامي سؤال او لا حضرتك اقريت بعدم وجود العقد ده ولا لا اقريت بايه اقريت في تحت ايد المحامي موجود حضرتك اقريت المحامي قال مش تحت ايد انا سؤال او لا حضرتك اقريت بعدم وجوده ولا لا المحامي تاني كان موجود قال مش تحت ايدينا ده مش معناه انه مش موجود لا اقر ان هو طب يعني حضرتك لو موجود يا استاذ فحكم نهائي اقر في الاسباب فقد بس في نقطه برضو علشان فقد شيء لا يؤخذ به وعدم وجوده نهائيا ده شيء تاني يعني عقد وفقد وجدناه حصل اما عقد لم يكن له اساس دي قصه تانية يا فندم امشي معايا بس يا استاذ يوسف هات لي عقد 17/10 هاتوا عقد اتفاق وتصالح ايوه على اتفاق وتصالح بشان طب بس بعد اذن حضرتك انا هرد على واحد يعني احنا نجيب العقد وبعد كده انا هرد عليه طيب. المولد على التليفون استاذ محسن على التليفون أيوة. طب استاذ طيب. محسن اهلا بيك وهستاذنك اقرا جزء من التعاقد اللي هو معنون بعقد اتفاق وتصالح بشان استغلال المصنفات المؤداه بصوت الفنانه الراحله ام كلثوم هذا العقد ابرمته شركه صوت القاهره للصوتيات والمرئيات احدى شركات هيئه اتحاد الاذاعه والتلفزيون انذاك بجمهوريه مصر العربيه سنه 2010 17 اكتوبر حضرتك اقرا الجمله بقى اللي محطوط عليها اخضر دي انا علشان اقرا من هنا وان شركه ستارز انا عجزت قوي لما انا لابسه النضاره ما تقلقش انا نضارتي مش قد كده لا اقرا يا فندم النضاره دي اجيبها من السوبر ماركت اه والله وان شركه ستارز قد حلت محل عدد من ورثة السيدة أم كلثوم أنا هقرأ لكم الحتة دي أهو بصوت عالي علشان أستاذ محمد يسمعها ومعانا أيضا على التليفون أستاذ محسن نفسه تحرر هذا العقد بين كل من أولا شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات ويمثلها قانونا السيد الأستاذ إبراهيم أحمد إبراهيم العقباوي بصفته رئيس مجلس الإدارة ومقرها الرئيسي 51 شارع سبيل الخزندار قسم الويلي بالقاهرة ده طبعا في هذا الوقت في 2010
ثانيا واحد شركة ستارز للإنتاج الفني ويمثلها قانونا السيد الأستاذ مصطفى أحمد جابر بصفته مدير الشركة الكائن مقرها بمدينة الإنتاج الإعلامي منطقة دبي الحرة دولة الإمارات العربية المتحدة. اثنين شركة عالم الفن ويمثلها قانونا السيد الأستاذ علي عبد الوهاب المليجي بصفته رئيس مجلس الإدارة ومقرها 4 شارع سليمان الحلبي قسم الأزبكية محافظة القاهرة رحمة الله عليه. أقر الطرفان. الطرف الأول إحدى أنتوا عايزين أقرأ لكم التمهيد ولا ما؟ لا إيه يا ريت لو حضرتك تقرأ التمهيد. التمهيد؟ يا ريت لو حضرتك تقرأ التمهيد. الطرف الأول أيوه إحدى شركات القطاع العام المملوكة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية ولديها حقوق استغلال المصنفات الغنائية المؤداة بصوت الفنانة الراحلة كوكب الشرق أم كلثوم البلتاجي أم كلثوم إبراهيم البلتاجي وفقا للقواعد والضوابط المنظمة للعلاقة بين الطرف الأول والفنانة الراحلة أم كلثوم وورثتها من بعدها، وحيث أن الطرف الثاني اللي هو ستارز وعالم الفن وهم من كبريات الشركات المتخصصة في إنتاج وتسويق المصنفات الغنائية والموسيقية بالدول العربية وجميع أنحاء العالم، وأن شركة ستارز قد حلت محل عدد من ورثة السيدة أم كلثوم في حقوقهم المتعلقة بمصنفات أم كلثوم الغنائية في الحصص وفي النسب التي كانت تتقاضاها السيدة أم كلثوم وورثتها من بعدها من شركة صوت القاهرة الطرف الأول على النحو الذي سوف يرد في البند الرابع من هذا التعاقد، ورغبة من الطرفين في إنهاء المنازعات القضائية المشار إليها بما يحقق مصلحة الطرفين فقد اتفق على الآتي. ثم تأتي البنود. صح كده؟ تمام. طيب معنا أستاذ محسن جابر على سنة. أنا كنت عايز قبليها يا فندم تقرأ طيب. الإقرار اللي عامله ورثت أم كلثوم طب بعد وفاتها قالوا إيه؟ أستاذ محسن قالوا صوت القاهرة هي المالكة طب الورثة اللي هو الدكتور الحفناوي وسيدة بنت أختها. أستاذ محسن أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا استاذ يوسف. اهلا بيك يا فندم. اشكرك للسماح لي للمداخله. لا ازاي يعني ده حقك. الله يخليك. ازاي ربنا يخليك. اولا الاول انا عايز اعلق على العقد الاولاني اللي هم بيقولوا وقعوه مع السيده ام كلثوم. ايوه. اللي هو سنه 64. ايوه. العقد ده طالما عرض على المحكمه واقر اقرارا امام المحكمه بفقدانه أصبح والعدم سواء. لا أصبح والعدم سواء الحكم في حكم محكمة بيقول كده. طب وإذا وجدت نسخة من العقد السيدة أم كلثوم ده أنا مش بخترع يا أستاذ يوسف. أستاذ يوسف أنا مش بخترع، أنا بقول حكم المحكمة السادة ورثة أم كلثوم رفعوا قضية على صوت القاهرة قبل شرائي يطالبوهم بوضع هذا العقد الذي يدعون فيه ان مورثتهم وقعت عقدا مع صوت القاهره وطلبوا من صوت القاهره ان تلتزم بوضع هذا العقد في المحكمه حتى يطعنوا عليه بالتزوير، وتداولت الجلسات في ثاني جلسه ثالث جلسه حضر مندوب صوت القاهره واقر امام القاضي في قضية رقم 1715 أقر قدام القاضي أن هذا العقد ليس له وجود، فالمحكمة حكمت بوقف القضية لعدم وجود العقد، ولحين ظهور العقد مرة أخرى يحق للورثة الطعن عليه بالتزوير. طيب هذا حكم القضاء مش هنا 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 سؤال صغير أستاذ محسن بعد إذن حضرتك. أقر بأن العقد ليس له وجود ولا فقد العقد؟ لأنه لو فقد العقد ووجدنا منه نسخة ليس له وجود في الشركة، ليس أصل العقد ليس له. طبعًا أنا معايا الشركة كلها هنا، هو دكتور نادية موجودة معنا. يحطوه في القضية يا أستاذ يوسف، يحطوه في القضية. خليني أكمل القضية، احنا القضية ما بيننا مفتوحة. أنا عايز بس آخد منكم إقرار إنه لو موجود أنتوا موافقين عليه. طيب أستاذ محاكم النصر حلت أو عدم وجود أصل المستند وفي حالة جحته فهو والعدم سواء، والأستاذ محمود محمد حسام لطفي قاعد ويؤكد على هذا الكلام إن العقد طالما ليس موجود أصله وجحده الخصم أصبح والعدم سواء. أدي أول واحد أوضح المعلومة قانونية. طيب مش كمل يا فندم. كمل يا محسن بيه. كمل يا فندم. العقد الصلح ده يا أستاذ يوسف أيوه اللي احنا عملناه هتلاحظ في البنود بتاعته
ان احنا ما عملناش عقد استغلال جديد لشركة صوت القاهرة. لما طلب مني من الاستاذ ابراهيم العقباوي وانا بقول وهو حي يرزق، وطلب مني من الاستاذ انس الفقي وهو حي يرزق، وطلب مني في اجتماع مشترك، الاسماء دي كلها في اجتماع مشترك وهو حي يرزق، والاستاذ اسامه الشيخ كان رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون وهو حي يرزق، والعقد ده كتب في مكتب اسامه الشيخ، قالوا لي اعمل عقد استغلال لشركه صوت القاهره بعد ان اشتريت. قلت لهم مش هعمل عقد استغلال، هحط بند في العقد ان شركه صوت القاهره تستمر في الاستغلال طبقا للعقود اللي كانت موقعه بينها وبين ورثه السيده ام كلثوم. ليه؟ علشان ما نختلفش مستقبلا. فهتلاقي البند بيقول استمرار شركه صوت القاهره في الاستغلال طبقا للعقود المبرمه مع الورثه. طيب انا هستاذنك استاذ محسن ان انا هسمع رد هذا من العقد. هذا العقد كمان احنا خدنا حكم بفسخه. لا مش ده عقد الصلح. مش ده. لا في عقدين يا فندم بنفس التاريخ استاذ محسن عارف اتعمل في عقدين. يعني عندي العقد اللي اتفسخ وكاله بالعموله هيجي دلوقتي حطه يا فندم القاهره بمبلغ 1.5 مليون. وتم سداد. ايوه ده فسخ. كنت وكيل بالعموله يا استاذ محسن. لا عموله. اقرا لا نقراه يا ريت استاذ يوسف. يا ريت تقرا البند العاشر. انا هقرا البند العاشر غير العقد اللي فسخ. هقراه يا استاذ محسن مع حضرتك، بس انا هستاذن عايز اسمع من الدكتوره ناديه باعتبار زي ما كنت بقول لحضرتك كده صوت القاهره. طب صوت القاهره كلها معانا، اتفضلي يا فندم. اولا انا بحتج جدا على حكايه ان بيتم التشكيك في ذمة شركة وطنية مملوكة بالكامل للهيئة الوطنية للإعلام مملوكة للدولة. يعني فكرة حكاية التشكيك والاتهام بالتزوير أنا بعترض عليه وبحتج عليه جدا. ثانيا دلوقتي أنا معلش أنا ليا رأي، يعني أم كلثوم دي هي إيه؟ هل هي مطربة بتغني وخلاص؟ لا طبعا. أم كلثوم دي إيه؟ دي قيمة. مش بس قيمة، دي جزء من تاريخ البلد دي. مش مختلفين. جزء من تاريخ مصر. يبقى أم كلثوم دي الحقوق بتاعتها للشعب المصري كله على فكرة. للشعب المصري كله. مش لشخص ولا لشركة. أنا يعني يختلف أحد من الحضور تختلف على ذلك. لا أنا بس أنا عندي بس سؤال فكري في الموضوع ده. يعني كده ده معناه مايكل جاكسون ملك الأمريكا؟ معنى عمرو دياب ملك المصر؟ انا ما قلتش ملك. هو ده اللي حضرتك بتقولي. هو كده كده الفن موجود ومتاح للجميع، بس هو الفكر بتاع ان هو انه علشان على فكره حضرتك يعني بتدخل معايا في الكلام، يعني حضرتك ممكن تقول اللي انت عايزه اول ما انا بقوله، بس ما انا مختلف مع حضرتك الفكر في لازم اقول ممكن اقول حاجه يعني ده منتج خاص ما ينفعش يتقال ان هو ملك رايي ملك للجميع. ده شيء مفروض منه اكيد يعني، بس مش معنى كده ان احنا نسمع دكتوره. على فكره انا هاديه جدا صدقني. انا بس اللي فعلا عصبني ان الاستاذ محسن والاستاذ محمد هما الاثنين اتهموا شركه صوت القاهره بان احنا مزورين العقد. زي ما انت قلت احنا قلنا العقد فقد واقر بيه الدكتور. انت قلت كده استاذ محمد معلش. انا قلت عقد مش موجود يا فندم. لا ابشروا. هل العقد هل لو العقد حتى زي ما انت بتقول مش موجود، هل ده ينفي ان التسجيلات دي زي ما اقرت ام كلثوم انها ملك شركه صوت القاهره؟ في اقرار آخر موثق في الشهر العقاري هي بتقول أقر أنا كذا كذا. التوكيل اللي احنا قلنا التوكيل بينتهي. لا يا فندم في فرق بين التوكيل والإقرار. المستند أول فقرة توكيل ثاني فقرة إقرار. أنا هقول لحضرتك حاجة يا أستاذ. أنا هقول لحضرتك أنا بس عايز أقول أنا عايز أقول حاجة بس في كلمتين صغيرين. هو محاولة إن مدام نادية ما تكملش. أنا عايز أقول حاجة بس في كلمتين صغيرين. معلش يا أستاذ محمد بعد إذنك. كل واحد يتكلم في دوره. يعني طيب الإقرار بتاع أم كلثوم ده مشكوك فيه. طيب في اقرار اخر بالورثه من دكتور محمد حسن الحفناوي الله يرحمه، كانت اخت ام كلثوم بنت اخته، بيقروا مره اخرى بحق شركه صوت القاهره في هذا المصنف وان هم ليهم النسبه الشرعيه بتاعتهم. دي حاجه. احنا لما قدمنا لوزاره الثقافه، لان وزاره الثقافه لديها حاجه اسمها شهادات قيد التصرف، قدمنا لهم الحكم اللي احنا اللي الشركه خدته في 2020، اقروا
بأحقية صوت القاهرة في تسجيلات أم كلثوم، وأنهم مش هيتعاملوا عليها بأي شكل من الأشكال إلا بعد الرجوع لشركتنا، وإن من حقنا إن احنا نطلع هذه الشهادات. كل الكلام ده، كل الجهات دي بتزور، وكل الجهات دي بتشكك، وكل الجهات دي يعني كلامها مش مظبوط. أنا واحد من الناس أقدر أقول إن أنا أرفض تماما وبالكلية الطعن في ذمة صوت القاهرة أو اتهامها بالتزوير بأي شكل من الأشكال، لأن احنا هنا هنبقى بنهد هيبة جزء ومؤسسة من مؤسسات الدولة، وده في حد ذاته لا أظن إنه يعني لا أظن إنه محمد أظن إنه أستاذ محسن يقصد وهو كمان ما قالش كده. محمد رحيم عنده وجهة نظر، وقال أنا عايز أعلق على هذا النقاش الدائم. فاكر زمان يا حبيبي لما كان يقول لك روح خد حتة أرض أو خد شقة أو خد فيلا في التجمع الخامس أيام ما كانت لسه صحراء؟ فكنا هنضحك بقى، كنا هنضحك ساعتها. أول ما تيجي تشوف حتى عملوا إعلان الموضوع ده مش عارف إيه، هتلاقوا بتقصع. النهاردة اللي خد في التجمع الخامس وبقى عنده كومباوند ولا مش عارف إيه بقى بكام؟ بقى برقم كبير جدا. صدقوني يا جماعة الخلاف كله في النقطة دي على فكرة، مدام نادية صح، أستاذ محسن جابر صح، مفيش حد في القعدة دي غلط على فكرة. انا بس بحاول والله بتكلم من مسافه حقيقه يا يوسف قريبه جدا جدا، ومسافه واحده ومسافه من حد محب للاطراف كلها طبعا. المساله كلها في ايه؟ الحاجه دي كانت تقديرها كذا في الوقت ده، طب العلم تطور، التكنولوجيا تطورت، بقى تقديرها بتجيب عوائد تانية كتير، فبدات الناس كلها تعيد نظر في الدلالات اللي اتعملت من الاول. قانونيا الاستاذ محسن طبعا ومحمد والاستاذ حسام والدكتورة نادية هم أدرى بالتفاصيل وبالديتيلز بتاعت العقود، لكن الاتفاقات نفسها حصلت ازاي في التوقيتات دي بالنسبه للي بيحصل النهارده؟ بتتكلم من حيث المبدا، من حيث الفكره الاساسيه، الفكره الاساسيه الخلاف كله. وعلى فكره وهتسمع الحاجات دي بتحصل كتير قوي اول فتره اللي جايه دي، خصوصا مع الارتفيشال انتليجنس. انا عايز اعقب بس على الجزئيه دي، هم جزئيتين مختلفتين بس يعني بس عايز اعمل حاجه واحده. الاستاذ محسن جابر ما ينفعش يا جماعه، انا برضو ارفض انه يتقال ان الراجل برضه هو كمان طول ال 20 30 سنه اللي فات بيشتغل في الكونتنت ده بيشتغل غلط. لما هو برضه شغال وماضي برضه مع الناس ودافع لهم فلوس والناس كانوا مبسوطين وبرضه متراضيين والدنيا كلها كانت زي الفل، عشان برضه الواحد يقول كلمه الحق. لا منتج طيب محترم. سؤال يا استاذ حسين معلش، طب لو ما فيش اساسا كتالوج سمعتي المهنيه؟ لا بعد اذنك بس، لو ما فيش لا بلاش سمعتي المهنيه، ده موضوع يعني هعلق حضرتك عليه. لو ما فيش ام كلثوم خالص عند استاذ محسن جابر في شركته، الراجل ده بيشتغل في ايه تاني؟ يو عندك وردة الجزائرية، يو عندك عشان بس معيش عشان ده برضو ده كلام استاذ محسن، عندك اكبر بحث ممكن تتصوره، عندك بدر الحناوي، عندك عزيزة جلال، عبد الوهاب بقى نفسه يعني هو كان بيقعد مع مين اساسا وهو بيبتدي الراجل ده؟ معلش ما هم اللي كانوا بيلحنوا ام كلثوم بالاستاذ مليك حمدي والاستاذ عبد الوهاب، ما هم دول اللي هو متربي في وسطهم برضو وتعلم على ايدهم المزيكا وتعلم على ايدهم الانتاج وتعلم على ايدهم يعني هو اصلا هو دماغه اصلا في الحته دي. فبالتالي لما يجي حبيبي يكمل المسيره بتاعته بان هو يبتدي يطور طريقه الطرح والتوزيع بتاعه البومات السيده العظيمه ام كلثوم عشان توصل لكل العالم، لان احنا اتاخرنا شويه كمان برضو بصراحه في طريقه الطرح الديجيتال. يعني احنا ما عندناش مثلا لسه اللي هي ايه شركه نقول النهارده يا جماعه يلا بينا احنا عايزين نروح وورلد وايد في كل مكان في العالم. الراجل ده عمل كده وحطها لك على اليوتيوب وحطها لك، فاهمني ازاي؟ فدي برضو حاجه تحسب له فاهمني، فدي برضو نقطه مهمه جدا. طب الكلام ده جاب فلوس، عايزين بقى نتفق تاني من اول وجديد. خلاص يا جماعه نتفق، بس مش بالخناق، مش بالطريقه دي، مش بنهد كياناتنا. محسن جابر قيمه كبيره جدا، صوت القاهره دي مصر كلها، مدحت العدل معلش انا اسف يعني الجيل اللي فات كله من الممثلين يعني يا جماعه عايزين نقرب من بعض شويه بعد اذنكم، ده مشروع قومي كبير جدا لازم نقرب من بعض، لازم استاذ محسن جابر ينقل خبرته الكبيره للمسؤولين في الدوله عشان نعملها كلنا مع بعض. استاذ دكتور نحت العدل برضه نفس الحكايه، لازم كلنا نحترم بعض يا فندم، طبعا لازم كلنا. طب اقول لك على حاجه، ناس كتير من اللي بتزعق وبتهلل وبتعمل ومش عارف ايه، والله العظيم من دون طبعا ذكر اي اسم من الزملاء يعني هم اصلا مش اعضاء في جمعيه مصر. محمد بيضحك. انا عايز مش اعضاء في جمعيه مصر ويدفع ضرايبه للدول الاوروبيه، فاهمني يا يوسف ولا لا؟ يدفع ضرايبه للدول الاوروبيه. انا بس عايز مدام ناديه ذكرت، فاحنا عايزين بس يا جماعه بعد اذنكم معلش محمد اخر كلمه. محمد رحيم عاوز تقريب وجهات النظر، ايوه علشان نقدر نوصل لحاجه. مش عايزين نهد كلام مصري كلهم مهمين يا يوسف. محسن جابر مهم طبعا، محسن جابر مهم، مدحت العدل مهم، الجمعيه دي فاتحه بيوتنا كلها، لا شك فيه مهمه، مدام ناديه مهمه، دكتور حسام مهم عشان الراجل ده تخصصه نادر صح. لازم يا جماعه انا قدمت في مشروع لما تشرفت بالدعوه للحروات، قدمت مشروع كده صغير، قلت عايزين مبنى يا جماعه كبير، الناس في الجمعيه عندنا في وسط البلد عاملين حاجه على قدهم
بس بامكانيات بسيطه وعلى قد ما بيقدروا يعني شايلين حمل كبير قوي. جمعيه المؤلفين جمعيه المؤلفين والملحنين برئاسه الدكتور مدحت العدل الاستاذ فوز ابراهيم نوجه لهم طبعا كل التحيه والكروم كله حقيقه يعني ناس ده حقيقي دكتور مدحت والشياكه والاخلاق العاليه ومش عايز اقول لك يا دكتور نادي عايزين يا دكتور جوه صوت القاهره بالظبط يا جو عايزين يا حبيبي بعد على فكره احنا اعضاء في الجمعيه باعتبارنا ناشرين طبعا عاوزين مبنى يا جماعه حديث مبنى حديث فيه شويه كمبيوترز صح يا دكتور حسام مظبوط وشويه ناس بتتكلم فرنش وانجليش وشويه لغات في العالم وشويه ناس كفاءات كده وعقليات قانونيه علشان نخاطب العالم ونتكلم معاه علشان نخاطب العالم احنا النهارده بنتكلم في دي اللي اتعمل من 20 سنه ولسه بنتكلم مش عارف ايه طب كمان 20 سنه هنعمل ايه الموضوع يا جماعه لسه ابعاده كبيره قوي ولازم نتطور اكتر من كده ولازم نقرب من بعض انا عايز اقول جدا يا استاذ بمرض الله يعني قول يا محمد انا بس عايز اعقب على الجزئيه اللي قالتها الاستاذه ناديه في موضوع شهاده الملكيه ودي برضو جزء حاسم في الموضوع القانون المصري بيسمح بتسجيل المصنف وبيسجله لشخص واحد شركتنا هي الشركة الوحيدة المسجلة لأعمال أم كلثوم بالنسبة لكل أعمالها مش لـ 30% من أعمالها مش لـ 90 عمل لكل أعمال السيدة أم كلثوم عندنا شهادات من وزارة الثقافة اللي بتفيد أنه الأعمال دي خاصة بالشركة عندنا زي ما مدام نادية قالت صوت القاهرة فعلا قدمت شكوى لمكتب وزارة الثقافة طبقا للقانون ردت مكتب وزارة الثقافة قال ان الشهادات دي طالعة بقوة القانون ولا يجوز إلغائها إلا بحكم قضائي وبالتالي تظل شهاداتهم سارية ولا يجوز الطعن عليها إلا بحكم قضائي وإذا العقود دي موجودة وإذا في مستندات تقدر تثبت عكس ده سهل جدا ان احنا نرفع قضية تعلمنا بيها مكتب قضاء التصرفات سهل جدا ان احنا نرفع انا سهل جدا ان احنا نحط الملفات دي كلها جنب بعضها ارد بس لا انا بس بقول هي كل القرارات دي بدون قرار بعد كل القرارات دي قدمت مستندات جديدة انا ممكن ورجع. ارد انا ممكن اكمل زي ما انا قلت لا انا عايز اسمع انا هقول لكم اقتراح في الاخر بس يعني دي كلها او يعني بعد الاوراق دي طالعه بقوة القانون ولا يجوز الغائها الا بحكم محكمة وده كان قرار مكتب الملكيه الفكريه وبالتالي اذا في الاوراق اللي تفيد ملكيه اللي تفيد ملكيه صوت القاهره تقدر ترفع صوت القاهره طلب بالغاء الشهادات دي وده لا يجوز الا بحكم محكمه عشان تطلع الشهادات طيب. دي اللي حصل اكمل بس يا استاذ يوسف في حته واحده تم فحص المستندات بتاعتنا ومكتوب في كل شهاده ملكيه ايه مستند على ايه ان الشهادات دي طلعت مستند على عقود الشراء من الورثه مستند على عقود المؤلفين والملحنين مستند على ايه وبالتالي طلعت الشهادات الملكيه الفكريه لشخص واحد وهي دي الشهاده الوحيده اللي يجوز استخدامها في المحكمه لرفع اي قضايا اعتداء على المصنفات طب في حد على الترابيزه دي في حد على الترابيزه دي رافض فكره ان احنا نصل الى حل دون ان نضطر للمزيد من الذهاب الى ساحات القضاء عايزين نحل القصه انا نفسي عايزين نحل القصه صح طبعا. محمد عايز تحل القصه او لا هو هنا في اختلاف على مين صاحب الحق احنا عايزين نحل ولا لا عايزين نحل لا اكيد اكيد عايزين نحل بس بالاعتراف بمن صاحب الحق انا طبعا انا بس انا مش بالشخص طرح يعني. اقتراح في المكالمه الاخيره سمعنا على التلفزيون ايوه لا هو تفضل مشكورا وقال مستعد نعمل تحكيم انا قابل نجيب رئيس المحكمه الدستوريه العليا ورئيس محكمه النقد ورئيس محكمه استئناف القاهره ده كلام عظيم موافق ده كلام عظيم الناس ماشي من الاتفاق دلوقتي ده لو فيها مخالفه دستوريه تبقى بس هي مسؤوليه الامر الذي متعلقه بمجموعه قوانين طيب انا هسال برضو استاذ محسن مره كمان استاذ محسن هل في حد في كل الاطراف يعني كنت بسأل محمد محسن جابر بسأل محمد رحيم بسأل دكتور نادية بسأل دكتور حسام وطبعا بسأل حضرتك أولا هل في أي رفض لمسألة الوصول إلى حل دون المزيد من إجراءات التقاضي؟ بالعكس أستاذ يوسف أنا مؤيدك بقوة وبدون ضعف حلو جدا يعني انا هطرح على حضراتكم وأنا يعني شوف بقى دي اخلاق بكلمك عليها انا بؤيدك دي اخلاق طيب. يعني انا هطرح على حضرتك يا محسن بيه وهطرح على كل الحضور الكرام مقترح من الاستاذ حسين زين رئيس الهيئه الله الوطنيه الله للاعلام الله, الله عليك استاذ حسين بيستأذن حضراتكم وحبيبنا كلنا واستاذنا وبنتكلم هنا بقى على ايه المظله الجامعه للموضوع الله عليك يا استاذ فاستاذ حسين بيقترح على حضراتكم او بيدعوكم الله عليك. بمنتهى الكرم انه تنوروه في مكتبه الاسبوع الجاي جريد. ونتفق على الميعاد جريد طبعا. وحتى هو تفضل مشكورا وانه يعني ايه ويوسف كمان يبقى موجود والله يا حبيبي تنورنا يعني فاحنا شكرا للاستاذ حسين والله ربنا يخليك وش الخير يا حبيبي علينا بس انا باجي على غدا يعني انا يا حبيبي وانت وحشني قوي قوي انا من انصار المناقشات ما تبقاش حاف لا طبعا ولكن يعني انا عايز اقول لك اصل انت التقاضي ايه رايك
هنقعد كلنا في مكتب استاذ حسين نحاول نصل الى توافقات. انا اظن ان احنا هنوصل لتوافقات. ايه رايك يا استاذ محسن؟ احنا ورانا استاذ يوسف. انا مؤيدك واهلا بالاستاذ حسين، يعني حضن كبير، لانه هو يعني الهيئه الوطنيه دي هي التي تضمنا كلنا، وانا ما عنديش اي مانع. وكما سبق ان يعني ان جلست مع الاستاذ اسامه الشيخ وسياده الوزير السابق، انا طبعا يسعدني ان انا اقعد مع الاستاذ حسين. ومحمد رحيم احد المدعوين ومرحب اصلا بالفكره. طبعا ده اتشرف. وليس لي خلاف شخصي مع المدام. خلاص يبقى حضرتك ناديه مبروك وصديقي الجديد الاستاذ محمد محسن جابر، دكتور ناديه طبعا، دكتور حسام، هنبقى كلنا عند استاذ حسين زين رئيس الهيئه الوطنيه للاعلام الاسبوع الجاي. هنتفق على الميعاد او اليوم والساعه. يا ريت نخليه الاسبوع اللي بعده يا استاذ يوسف، لان انا الاسبوع الجاي كله في الخارج. طيب يبقى هننتظر حضرتك. اه لان انت عارف ترجع بالسلامه برضه. يوم يوم لصلاح الشرنوبي بتكريمه، وانا صلاح الشرنوبي ده يعني طبعا 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 خلاص يعني هنتفق هنتوافق على ذلك. هنتفق ان شاء الله على ذلك ان يبقى الاتفاق مش بس ام كلثوم. على فكره احنا يعني صوت القاهره احنا عندنا تراث كبير جدا ومشاهير القراء ووراثتهم بنتعامل معاهم، ومطربين كتير على فكرة. ألبوم صوت القاهرة ألبوم ضخم جدا، أكبر ألبوم غنائي في العرب. حطينا أسس للتعامل، أعتقد ده هيريح الكل، أعتقد ده يبقى شيء جميل. ده هياخدني بعد إذن حضراتكم، يعني طبعا أنا كده إيه يعني هغلس على محمد شوية، أقول له هناخد كمان الحاجات بتاعت الشركة عندهم وكلام من ده، فتحط كله على بعضه. ليه يا جماعة أنا بتكلم في إيه؟ ويمكن أظن، لا مش أظن، أنا متأكد أن محمد هيوافقني. اتفضل. إحنا التراث الغنائي والموسيقي بتاعنا أنا أراه مهدد. طبعا أنا أراه أيوة طبعا مهدد. طبعا كل دول الدنيا عندها قوانين حاكمة صارمة للحفاظ على تراثها الثقافي بشكل يخض. ومن غير ما حد يزعل مني، احنا بددنا ثروة سينمائية حصل تتاقل بأغلى معدن نفيس في العالم. عشان كده بقول نحضن بعض بس شوية يا جماعة. ما تم تبديده في السابق الأمريكان اللي هم بتوع الرأس مالية المتوحشة. طب والنبي تسمعني، وانا راجل ماركسي يعني يوسف، بس بتوع الرأس مالية المتوحشة. طب اسمعني بقى في دي، بيحموا تراثهم السينمائي أكتر ما احنا. لا يا ريت، ده أنا هقول لك على مصيبة هتموتك من الضحك. ضحكني وعيطني. أنا كنت مرة في لوس أنجلوس والرحله خطها كده يعني راجع، المفروض هترجع على اسطنبول، اسطنبول القاهره. حصل موقف غريب قوي، انا ما كنتش متخيل الموضوع عمل كده يعني. الطياره طايره فوق المانيا، هتطير مثلا ربع ساعه تلت ساعه لغايه ما تخش على فرنسا، مش عارف ايه المسار، لغايه ما توصل اسطنبول، ومن اسطنبول اجي على القاهره. ماشي. النص ساعه او التلت ساعه اللي طيرتهم فوق المانيا، الانترنت كله بالخدمه بالانترتينمنت جوه الطياره كله اتقطع. الله. ليه؟ ليه بقى؟ قال لك يعني للاسف ترجمت الرساله بمعنى الطيران التركي. لا والله العظيم اقسم بالله، ومعايا سكرين شوت هبعته لك. ده محمد محسن واضح انه عارف القصه دي. طبعا انا عندهم قوانين خاصه دي. يعني انت متخيل هتطير يا حبيبي بس من المجال الجوي، لا هتشوف فيلم ولا هتسمع اغنيه ولا هتستمتع باي خدمه من هذه الخدمات، لان الطيران مش متعاقد مع جمعيه الجيمه الالمانيه بتاعت الحقوق. بصوا يا جماعه، واحنا لسه هنا بنختلف. هي مالكه ايه يا استاذ علي؟ جمعيه دي مالكه ايه؟ مالكه حق الاداء العالمي واعاده النشر. ايوه احنا عايزين ايه يا دكتور؟ وده مجال بنتكلم عليه برضه. اكيد متفقه معايا في ذلك، انا متاكد، زي ما محمد متفق معايا، زي ما محمد محسن متفق معايا، واظن ايضا يتفق معنا استاذ محسن جابر وهو لازال معانا على التليفون. احنا عايزين محدش في الدنيا يستخدم التراث الغنائي والموسيقي والفني والإنتاج الفكري المصري على كل مستوياته. يا سلام عليك. إلا بإذن مصر. يا سلام عليك. واخد حقي. بس زمان كل واحد الصين بنت هرم. يا سلام عليك. وساعتها ذهبنا في إجراءات لم تكن قضائية بقدر ما كانت ودية مع الصين، إنه مش من حقك تعمل ده غير بإذن. يا سلام. الهرم ده بتاعي. يا سلام. ما تبنيش هرم بلاستيك من غير إذن. الله الله. والحقيقة الجماعة الصينيين ناس محترمة ووافقونا، وكانت حاجة عظمة جدا. ده صحيح. طيب انا بتكلم على الهرم اللي بيطلع في كل الافلام بتاعت هوليوود يعني. أيوة. وبيطلع مش بتاعنا. ايوه. فما بالي بقى بام كلثوم وعبد الوهاب والست ورده مصر كلها. مصر كلها. فاذا استاذ محسن، احنا ان شاء الله هننتظر عوده حضرتك بالسلامه. بالسلامه ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. خلاص. وانا اشكرك وابارك الخطوه الجيده اللي حضرتك يعني ساهمت فيها مساهمه كبيره،
وانا يعني اعتذر لمدام ناديه مبروك اذا قلنا موضوع التزوير، لكن هذا الكلمه دي مش خاصه بينا، هي طرحت المحاكم ليست عن طريقنا ولكن عن طريق ورثه السيده ام كلثوم. شكرا استاذ محسن. اشكر الاستاذ ابراهيم الصديق والابن يعني من الابناء المخلصين والفنانين الكبار اللي الواحد دايما بيشاور عليهم وبيفخر بان في مصر. طب مش هتشكر محمد محسن جابر؟ قاعد اسد في الاستوديو يوسف ما بيفوتش الفوت شهر 6 السنه دي. وطبعا تحياتي للدكتور حسام لطفي. طبعا قامه كبيره طبعا طبعا في شهر 6 السنه دي انا كانت سعادتي لا توصف. كنت في باريس يا دكتوره نديه، واهو بص يا حبيبي كده، ده قدام مبنى استاسين في باريس. اكبر عدد مبدعين مصريين، الشهادات اللي في ايدي دي شهادات تكريم وترقيه واحتراف دوليه لاكبر عدد شعراء وملحنين مصريين اهو. وده الدرع بتاعنا اللي هو يعني المرحله كانت يعني عشان اكبر منهم شويه في السن الجماعه هم كلهم. بص كام شهاده. ما تقولش اكبر في السن، لا يعني شويه، ما احنا انا وانت جيل واحد يعني انا وانت جيل واحد بادئين مع بعض يعني اصلا اقول لك يا حبيبي احنا النهارده يا جماعه الفنان المصري ده عمله نادره طبعا. طب انا النهارده الدماغ اللي زي الراجل ده مثلا اللي اشتغل في القصه دي من 20 سنه وكان سابق، خدت بال حضرتك 20 سنه يا فندم؟ انت بتتكلم على اكثر من 50 سنه تقريبا. لا انا بتكلم حوالي 50 سنه وبيشتغل من هو انا بتكلم على الديجيتال، على الديجيتالايز مش على الانتاج نفسه. انت فاهمني ازاي؟ على فكره الحقوق بقى المؤسسه بالظبط، هو فكريه فنيه بس كمان تجاريه بالظبط كده، هو ده اللي اقصده. طب انا النهارده ليه كدوله ما استفدتش منه؟ ليه اعاقب راجل؟ ليه اعاقب راجل؟ ليه اعاقب راجل عبقري؟ لا مفيش حد سابق بالفكر، مفيش حد عمره يتكلم على عقاب استاذ محسن. لا ما اقصدش، اقصد العقاب المعنوي يعني. اصل انا بيزعلني ايه يا يوسف قوي بصراحه، معلش معلش يوسف، اصل انا شفت بدايات الملحنين والشعراء والمطربين كلهم اصدقائنا، احنا بادئين كلنا من جيل، انا بقالي 25 سنه النهارده. شفت يا يوسف اسماء كبيره جدا جدا ما شاء الله النهارده كلهم في السماء يا دكتوره ناديه وكسروا الدنيا. الراجل ده دعمهم دعم كبير قوي، مفيش خلاف من غيرهم يعني. هو بس انا هستاذنك استاذ يوسف طبعا، بستاذن استاذ حسين زين برضو صاحب الدعوه الكريمه ان يبقى برضو يعني يدعى معانا في الجلسه دكتور خالد عبد الجليل من وزاره الثقافه، لان ليها ضلع ايضا، لان يعني زي ما قال محمد فعلا طلع ان هو الشهادات كذا، في قرار تاني طلع ان من حق صوت القاهره تطلع الشهادات، فاللبس ده لازم برضو دكتور خالد عبد الجليل يبقى متواجد معانا ويتحسم الموضوع من كل الاطراف. لا وفي حاجه مهمه يا مدام ناديه بعد اذن حضرتك، عقد اللي موقع مع الاستاذ محسن جابر التزم فيه بان يلغي شهادات قيد التصرف عند التعاقد. احنا هنقعد يعني عقد الصلح لازم كده هو كده هو لازم ينفذ التزامه. اللي انا اقدر اقوله قبل ما اختم انه اولا انا عايز اشكركم جدا جدا جدا، نورت يا محمد يا بختي. اصل محمد تعجيل ما شفتوش بقالي حبه يعني، محمد صاحبي يعني، ربنا يخليك يا روح، مش علاقه مذيع وفنان مهم اخويا محمد، اول مره نتقابل بس انا علاقتي بالاستاذ محسن طول عمرها طيبه جدا يعني. خفوا ايدكم علينا في المكتبه والبكه الله يخليك. يعني انا كراديو خف، انت عارف انا احنا بتوع نجوم احنا غلابه، خفوا علينا يا حبايبي. استاذه ناديه نورتينا وشرفتينا، فرصه رائعه بالنسبه لي. استاذ حسام اول مره التقيه، لكن انا عارف استاذ حسام عن طريق اكرم حسني بالسمع وحدوته كده، هبقى احكيها بعدين. فنورتوني وشرفتوني باذن الله، او طبعا كل الشكر ليك يا استاذ محسن، نورتنا وشرفتنا على التليفون. استاذ حسين زين الف مليون شكر على هذا المقترح، لا رأب اي صدوع ولا توجد باذن الله اي صدوع، وهنزعج حضرتك في المكتب. وان كنت اتمنى وقت غدا بس اهم حاجه، وانا هستاذن في ان انا هحط بس جمله واحده باذن الله سبحانه وتعالى، اذا كان ليا العمر وحضرت مع حضراتكم فانا هحضر بقبعتين. قبعه المذيع اللي دعا لهذه الجلسه فاستاذ حسين تكرم عليا بان انا هاجي، والقبعه الاخرى كوكيل لجنه الثقافه في مجلس النواب. علشان ايه؟ عشان انا هيهمني ان احنا يبقى في عندنا طرح. انا الاوان لخلق زراعه مصريه قوي يا جمالك يا ابني، ابعد الحدود لحمايه التراث الفني المصري. انا عضو لجنه الثقافه والاعلام بمجلس الشيوخ، فانا معاك برضه. يا جمالك يعني كده انه كل واحد فينا جاي بالبرلمان المصري بيجي لنا حاجه يعني، احنا مع بعض ان شاء الله. ايوه هو ده الصح، هو ده المفروض نعمله. نورتوني وشرفتوني الابعد الحدود، واشكركم على المناقشه الهاديه والمثمره في نفس الوقت.
وشكرا جدا مره تانية يعني استاذ محسن جابر، شكرا جدا استاذ حسين زين على الدعوه الكريمه وعلى المحاوله ان شاء الله اللي هتنجح ان احنا يعني نصل الى حل كبير وواسع، مش بس بشان قضيه او مساله تراث السيده ام كلثوم، وانما لاجل الفن المصري كله بشكل عام. اشكركم جدا مره تانية. ثواني يكون موجود معانا حالا كريم رمزي بقى وبرنامجه رقم 10 وحواديت هتتكلم في الرياضه، مع انه كريم اهلاوي بس الامر لله من قبل ومن بعد، بس كريم حبيبي يعني. وكريم راس مالي متوحش، وانا مركزي هو اهلاوي وانا زملكاوي، الحكايه بقت صعبه قوي، لكن ده ان دل على شيء دل على انه القناه الاولى والتلفزيون المصري مظله جامعه للكل دائما وستظل كذلك بامر الله سبحانه وتعالى. اما انا بقى لو كان ليا العمر فانا هقابلكم ان شاء الله يوم السبت الجاي بعد ما محمد ابراهيم فضحنا 25 سنه شغل. اه والله انا تعبت. سلامات.